بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيل النهاردة إن شاء الله بعنوان فيرايت أند فيرايت ديفايسز. للتسجيل بتاع النهاردة إن شاء الله بعنوان فيرايت أند فيرايت ديفايسز هنتكلم عليه في التسجيل بتاع النهاردة. زي ما واضح من العنوان هنتكلم على ماتيريال اسمها الفيرايت، والفيرايت دي عبارة عن نوع من أنواع الماجنتيك ماتيريالز اللي بتكون مفيدة جدا في الأبليكيشنز، بالذات لما نيجي نشغلها عند الريجيون بتاعه الميكرويف فريكوانسي، يعني لما نيجي نعرضها للالكترومغنيتيك فيلد والفريكوانسي بتاعه بيقع في الرينج بتاع الميكرويف فريكوانسيز اللي اتكلمنا عنه في اول السنه. فنبدا ندرس البيهيفير بتاع الماتيريال دي اللي اسمها الفيرايت. لما تتعرض لظروف زي كده، تتعرض لاكسايتيشن فيلد، الفريكوانسي بتاعه بيقع في الميكرويف فريكوانسي ريجيون. ده اول حاجه. ثاني حاجه نبدا نتكلم على الديفايسز اللي بتتعمل بناء على الخصائص بتاعه الفيرايت، يعني الديفايسز اللي بتحتوي بداخلها ماده الفيرايت وبتستفيد من الخصائص بتاعتها في الميكرويف فريكوانسيز. ولذلك الكلام بتاعنا ان شاء الله هيبقى في ثلاث نقط رئيسيه. النقطه رقم واحد هنبدا نتكلم على الفيرايت بيهيفير في الميكرويف فريكوانسيز، ونقطه رقم اتنين هنتكلم على الطريقه الرياضيه اللي هي اللي نقدر نوصف بيها البيهيفير بتاع الفيرايت في حاله الميكرويف اكسايتيشن. الوصف الرياضي للفيرايت بيهيفير في الميكرويف اكسايتيشن بيبقى باستعمال البارامتر او باستعمال الكوانتيتي اللي احنا عارفينها كويس جدا من المجالات اللي هي بتوصف الماجنتيك بروبيرتيز بتاعت اي ماجنتيك ماتيريال، الكوانتيتي اللي احنا بنسميها البرميابيليتي. ولكن البرميابيليتي هيبقى ليها المره دي شكل مختلف عن الاشكال اللي احنا شفناها قبل كده، هيبقى عباره عن شكل تنسور. فهنشوف حاجه اسمها التنسور برميابيليتي بتاعت الفيرايت النهارده ان شاء الله في التسجيل بتاع النهارده. والتنسور برميابيليتي بتاعت الفيرايت دي بتوصف الفيرايت بيبقى الاوبريشن بتاعه ازاي في الميكرويف، في حاله الميكرويف اكسايتيشن. بعد ما نخلص الديسكريبشن بتاع الفيرايت بيهيفير في الميكرويف فريكوانسي او تحت الميكرويف فريكوانسي، هنبدا نشوف الديفايسز اللي ممكن نعملها بناء على الفيرايت، يعني بناء على الخصائص بتاعه الفيرايت ايه الديفايسز اللي ممكن نعملها. هناخد نوعين من انواع الديفايسز، حاجه اسمها الايزوليتور وحاجه اسمها السيركيوليتور. الديفايسز دي يعني ممكن تتعمل بطرق كتير مختلفه باستخدام الفيرايت بروبيرتيز، بس احنا بناخد بس امثله عليها. يعني الايزوليتور هناخد عليه نوعين، هناخد حاجه اسمها ريزونانس ايزوليتور وابسوربشن ايزوليتور، والسيركوليتور هناخد المين ايديا بتاعته، يعني هناخد الفكره الاساسيه بتاعه السيركوليتور من غير ما نعمل له ديتيلت اناليسيس او من غير ما نتكلم فيه بتفصيل زي التفصيل اللي هنحطه واحنا بنتكلم عن الايزوليتور. الموضوع بتاع الفيرايت والفيرايت ديفايسز هو في حد ذاته موضوع كبير في الميكرويف، وكل مواضيع الميكرويف اللي احنا بناخدها اندر ريسيرش، يعني الحاجات اللي احنا بناخدها فيها بناخد بس البيزك ثيري بتاعتها. يعني ايه البيزك ثيري؟ يعني قصدي البارامترات الاساسيه اللي بتقدر تعمل لها ديسكريبشن. يعني مثلا لما اتكلمنا على الدايركشنال كابلر، دايركشنال كابلر ليه بروبرتيز اساسيه زي شكل السكاترنج ماتريكس بتاعته، زي البارامترات اللي بتعمل ديسكرايب للدايركشنال كابلر اللي هم الكابلنج كوفيشنت بتاع البار مثلا، الحاجات اللي زي كده. الحاجات دي بتبقى المين ثيري بتاعت الدايركشنال كابلر. وخدنا امثله على الدايركشنال كابلر ممكن يتطبق ازاي، ممكن تعمل له رياليزيشن ازاي باستخدام الوف جايد احيانا او باستخدام الترانسميشن لاينز احيانا. لكن الدايركشن كابلر نفسه كتوبيك هو اندر ريسيرش. اندر ريسيرش في ايه؟ في ان احنا نعمل ديفايسز جديده، يعني بيتعمل ديفايسز جديده كل يوم والتاني بتشتغل كدايركشن كابلر باشكال مختلفه وبديزاين مختلف. طب ليه ما نكتفيش مثلا بالديزاينات الموجوده حاليا او بالديزاينز الموجوده حاليا في اداء وظيفه الدايركشن كابلر؟ لان الديزاينز كلها اللي موجوده حاليا وان كانت مفيده وليها ابلكيشنز كويسه، لكن اكيد كل ديزاين ليه شورتج معين، يعني في حاجات معينه ما يقدرش يحققها لك. فممكن تبقى عايز مثلا تعمل دايركشن كابلر يشتغل في رينج فريكونسي واسع او عند فريكونسي عالي او يبقى ليه بروبرتيز في الكابلنج معينه، فتحتاج انك انت تطور الديزاينز الموجوده بالفعل. وده اللي بيحصل حاليا. ممكن لو انت مثلا بتدور في الريسيرش بيبرز وفي الريسيرش ليتريتشر هتلاقي في حاجات بتتم حاليا، ابحاث جديده ممكن كل يوم والتاني الناس بتطلع دايركشن كابلرز جديده بديزاين مختلف. فاللي احنا اخدنا البيزك ثيري وامثله على دايركشن كابلرز معموله بالفعل ومعادلاتها جاهزه بتتعمل ازاي، تعملها ديزاين ازاي. الفيرايت نفس القصه، هناخد برضو المين ثيري بتاعت الفيرايت وبرضو مش بتوسع، يعني هناخدها باختصار على حسب السكوب بتاع المقرر بتاعنا، على حسب المدى بتاع المقرر بتاعنا من غير ما نتوسع. هناخد البيزك ثيري بتاعت الفيرايت وناخد بعض الامثله على الفيرايت ديفايسز زي الايزوليتر والسيركوليتر. في حين انت لو رجعت مثلا للكتب اللي موجوده في الموضوع ممكن تلاقي كتب في موضوع الفيرايت لوحده، بس هتلاقي مثلا كتب كامله في موضوع الفيرايت والديفايسز اللي ممكن تتعمل من الفيرايت. وحتى الحاجات اللي احنا هناخدها كديفايسز بتتعمل بناء على الفيرايت مش هنخش في الديتيلت اناليسيس بتاعها، يعني مش هناخد التحليل بتاعها بالتفصيل، احنا برضه هناخد المين بوينتس بتاعتها او الايديا المين ايديا بتاعتها.
فهو الكورس ده اساسا يعني يعتبر انترودكشن للمايكرويف سيركتس، مش كورس شامل عن المايكرويف سيركتس، يعتبر انترودكشن في المايكرويف سيركتس. وكتب المايكرويف اللي موجوده كلها بتمشي بنفس السيستم، يعني بتدي الحاجات الاساسيه، المين ثيري، المين ايديا، الحاجات الاساسيه في الموضوع، وبتدي فعلا اكزامبلز على الديزاينز اللي موجوده والحاجات اللي موجوده، فبحيث تاهل الانسان بعد كده ان هو لو عاوز يتوسع في الريسيرش عن اي نوع من انواع المايكرويف ديفايسز ممكن يدخل في البحث عنه وهو معاه الاساسيات بتاعته وشاف امثله عليه قبل كده. فممكن مثلا يدور تاني على فيرايت ديفايسز جديده هيلاقي كتير جدا في الليتريتشر موجود، ممكن يدور مثلا على دايركشنال كابلرز جديده هيلاقي كتير في الليتريتشر موجود، هيبقى معاه البيزك ايديا بتاعت الموضوع. طيب النهارده هنبدا نتكلم في البدايه عن البروبيرتيز بتاعت الفيرايت. الفيرايت عباره عن ماجنتيك ماتيريال. نقصد ايه بكلمه ماجنتيك ماتيريال؟ نقصد بكلمه ماجنتيك ماتيريال انها ماتيريال بتبدي استجابه لما تيجي تدخل عليها ماجنتيك فيلد، لما تيجي تدخل عليها اكسترنال ماجنتيك فيلد. ومن وجهه النظر دي ممكن نقسم كل الماتيريالز اللي موجوده حوالينا لنوعين اثنين، لماجنتيك ماتيريالز ونون ماجنتيك ماتيريالز. دي اول حاجه، ممكن نقسم جميع انواع الماتيريالز اللي موجوده حوالينا لنوعين اثنين، ان في حاجه اسمها ماجنتيك ماتيريالز، في حاجه اسمها ماجنتيك ماتيريالز، وفي حاجه اسمها نون ماجنتيك ماتيريالز. ايه الفرق بين الماجنتيك ماتيريالز والنون ماجنتيك ماتيريالز؟ الفرق هو في الاستجابه للابلايد ماجنتيك فيلد. يعني النون ماجنتيك ماتيريال مش بتبدي اي استجابه للماجنتيك فيلد لما تيجي تدخله عليها. ولما نقول كلمه استجابه للماجنتيك فيلد يبقى احنا بنتكلم في السياق بتاع المجالات، في السياق بتاع الالكترو ماجنتيك فيلدز. وفي السياق بتاع الالكترو ماجنتيك فيلدز المين ثيري بتاعتنا بتبقى الماكسول اكويشنز، اللي هي المعادلات بتاعت ماكسول. وفي المعادلات بتاعت ماكسويل لو انت عاوز تتكلم على افكت، اي افكت، سواء كان الافكت ده عباره عن اكسايتيشن او كان الافكت ده عباره عن ريسبونس، الافكت ده هيبقى في شكل اي كميه من الكميات الموجوده في المعادلات بتاعت ماكسويل. المعادلات بتاعت ماكسويل كلها عباره عن معادلات بتربط ما بين كميات بتعبر عن الفيلد، الكتريك فيلد وماجنتيك فيلد، وكميات ثانيه بتعبر عن التشارج والكرنت، بتعبر عن الشحنه والتيار. فاي اكسايتيشن او ريسبونس هيبقى بدلاله الكميات دول. يعني لما اجي اقول لك انا بعمل اكسايتيشن يعني بدخل حاجه على الماتيريال، يبقى الحاجه اللي بتدخلها ممكن تكون شحنه، ممكن تكون تيار، ممكن تكون مجال كهربي او مجال مغناطيسي. لما اجي اقول لك الماده اللي انا بدخل عليها اكسايتيشن بدات ترد عليا باستجابه، ترد عليا باستجابه يبقى ردت عليا بفيلد، الكتريك فيلد او ماجنتيك فيلد، او ردت عليا بتشارج، او ردت عليا برضه بكرنت. ففي السياق بتاع المجالات لما نيجي نتكلم على اكسايتيشن بنتكلم عليه بدلاله التشارج والكرنت والفيلد، لما نيجي نتكلم على ريسبونس او استجابه بنتكلم عليها بدلاله التشارج والكرنت والفيلد. زي ما كنت بتتكلم مثلا في السياق بتاع السيركتس، بتاع السيركت ثيري، السيركت ثيري كلها بتتكلم على فاريبلز من نوع الجهد والتيار، فولتج وكرنت. فلما تيجي تقول في اكسايتيشن يعني انبوت داخل على الدايره، بتوصف الانبوت بدلاله الكرنت والفولت. لما تيجي تتكلم على ريسبونس للدايره برضه بتتكلم على الريسبونس بتاع الدايره بدلاله الكرنت والفولت، الكرنت والفولت مثلا في مكان ما في الدايره. فده لان السيركت ثيري كل الموضوع بتاعها او كل المعادلات اللي فيها كلها بتبقى بدلاله الفولت والكرنت. فالالكترومغنتيك فيلد في الالكترومغنتيك فيلد ثيري كلها بدلاله الفيلد وبدلاله التشارج وبدلاله الكرنت دينستي، فبرضه الاكسايتيشن والريسبونس بتوصفه بدلاله نفس الكميات. فلما اقول لك ماجنتيك ماتيريال بتستجيب للماجنتيك فيلد يعني بتعمل حاجه لما تيجي تدخل عليها ماجنتيك فيلد، يا اما بتعمل مجال، يا اما بتعمل كرنت، يا اما بتعمل شحنه، بتعمل اي حاجه من الحاجات دي لما تيجي تدخل عليها ماجنتيك فيلد. يبقى ساعتها الماتيريال دي عباره عن ماجنتيك ماتيريال. ليه؟ بتبدي استجابه من اي نوع للماجنتيك فيلد. خلاف النون ماجنتيك ماتيريالز، النون ماجنتيك ماتيريالز هي اللي هنتكلم عليها باختصار بسيط قبل ما نتكلم في الماجنتيك ماتيريالز. هندي فكره في الاول على النون ماجنتيك ماتيريالز. النون ماجنتيك ماتيريالز ماتيريالز بسيطه جدا مش بتبدي اي استجابه لاي اكسترنال ماجنتيك فيلد. والكلام ده عشان نعبر عنه في مود الرياضي نقول ايه؟ نقول هنفرض ان احنا عندنا فوليوم معين، والفوليوم ده مثلا هنرمز له بالرمز V، والفوليوم ده عباره عن حجم مقفول على بعضه، حجم مقفول على بعضه ما فيهوش اي فجوات ولا حاجه. والفوليوم ده هنرمز له بالرمز V. طبعا لما اجي اتكلم على حجم مقفول على بعضه فاكيد الحجم ده محدد بسطح مغلق، محدد بسطح مغلق وليكن مثلا السطح ده هنرمز له بالرمز S. لو انت عايز تقول ان الماتيريال اللي موجوده جوه الفوليوم ده عباره عن نون ماجنتيك ماتيريال، الكلمه دي تكافئ تماما انك انت تقول لو انا جيت
حطيت سورس يعني مصدر للماجنتيك فيلد بره الفوليوم ده، والمصدر ده بيعمل ماجنتيك فيلد اسميه اتش، وعلشان اميزه اقول ان ده بتاع اكسترنال سورس هسميه اتش ابلايد. يبقى اتش ابلايد ده عباره عن ايه؟ عباره عن اكسترنال ماجنتيك فيلد. اكسترنال ماجنتيك فيلد جاي من فين؟ جاي من اكسترنال سورس. يعني ايه كلمه اكسترنال سورس؟ يعني مصدر خارجي. مصدر خارجي يعني بره. بره مين؟ بره الفوليوم بتاع الماتيريال اللي انت بتدرس نوعها، اللي انت بتدرس هل هي ماجنتيك ولا نون ماجنتيك. عشان تعرف هي ماجنتيك ولا نون ماجنتيك، هات سورس للماجنتيك فيلد، والسورس ده حطه بره الماتيريال، يطلع ماجنتيك فيلد سميناه اتش ابلايد او الاكسترنال فيلد، وشوف الماتيريال دي هتعمل ايه لما تيجي تدخل عليها الفيلد ده. يعني ايه تدخل عليها الفيلد ده؟ الفيلد مش هيبقى محصور بره الماتيريال بس، دي حاجه معروفه درسناها في المجالات. الفيلد بيبقى شاغل كل الحيز اللي حوالين السورس. فطالما الماتيريال دي موجوده جنب السورس، بغض النظر عن السورس ده شكله ازاي، زي سام سورس، في سام سورس كده وليكن مثلا كارنت، زي سام سورس الماجنتيك فيلد بيكون مثلا كارنت، والماتيريال جنب السورس، يبقى كده الماجنتيك فيلد اللي طلع من السورس برضه هيدخل جوه الماتيريال. الماجنتيك فيلد هيدخل جوه الماتيريال، يبقى في جوه الماتيريال ماجنتيك فيلد برضه اسمه اتش ابلايد. اتش ابلايد طلع من السورس ودخل جوه الماتيريال. علشان نقول ان الماتيريال دي نون ماجنتيك ماتيريال، هنقول ان هي مش بترد باي استجابه. يعني جوه الفوليوم في مش هيبقى فيه اي فيلد تاني غير الفيلد بتاع الاكسترنال سورس، مش هيبقى فيه اي كارنت ولا اي كارنت دينستي، ولا اي مفيش هيبقى فيه اي كارنت دينستي ولا اي تشارج ولا اي شحنه جوه الماتيريال بتاعت اللي هي نون ماجنتيك ماتيريال. طيب الكلام ده معناه ايه؟ معناه انك انت لو عايز مثلا تحسب الماجنتيك فلكس دينستي اللي هي البي، هتقول البي قيمتها بتساوي ميو نوت مضروبه في الاتش ابلايد. قيمتها بتساوي ميو نوت مضروبه في الاتش ابلايد. ليه؟ الكلام ده جه من فين؟ احنا عندنا كوانتيتي اخذناها في المجالات اسمها الماجنتيك فلكس دينستي، والماجنتيك فلكس دينستي دي كميه في منتهى الاهميه. ليه؟ لان احنا نقدر نستخدمها من خلال سيرفيس انتجرال عشان نعمل منها عمليه كالكوليشن للماجنتيك فلكس. ايه اهميه حساب الماجنتيك فلكس؟ الماجنتيك فلكس كميه لازم نحسبها في كتير جدا من الابلكيشنز، مثلا عشان نحسب الاندكتنس. لو عندك استراكشر عايز تحسب الاندكتنس بتاعتها، بتحتاج تحسب الماجنتيك فلكس قيمته بتساوي كام. مثلا عشان نحسب الانديوست فولتج، لو انت بتتكلم في السياق بتاع فاراديز لو، لو انت عايز تحسب الانديوسد فولتج، الانديوسد اي ام اف بالالكترومغناطيك اندكشن بالحث الكهرومغناطيسي، هتحتاج انك انت تحسب الماجنتيك فلكس اللي بيخترق اللوب بتاعتك بيساوي كام. فمهم جدا ان احنا عارفين، احنا نعرف نحسب الماجنتيك فلكس. طب يتحسب ازاي؟ يتحسب من الدينستي بتاعته، من الماجنتيك فلكس دينستي. الماجنتيك فلكس دينستي دي باي ديفينيشن، باي ديفينيشن بتساوي كمية اسمها الميو نوت مضروبة في الماجنتيك فيلد. الكلام ده باي ديفينيشن، يعني المعادلة اللي احنا كاتبينها دي معادلة ملهاش اثبات، المعادلة دي باي ديفينيشن، من الديفينيشن بتاع الماجنتيك فيلد والديفينيشن بتاع الماجنتيك فلكس دينستي. الماجنتيك فلكس دينستي بتساوي كمية سميناها ميو نوت، والميو نوت دي قيمتها بتساوي 4 باي في 10 أس سالب 7. الكمية دي بتستخدم في حساب الماجنتيك فلكس دينستي من الماجنتيك فيلد. ازاي؟ ان هي كونستانت بيربط الاثنين ببعضيهم، تضرب الماجنتيك فيلد في الميو نوت اللي هو الكونستانت ده، يطلع لك الماجنتيك فلكس دينستي بتساوي كام. والقانون ده قانون عام، القانون ده قانون عام، يعني يستخدم في جميع انواع المواد، في جميع انواع الظروف. في جميع انواع الظروف لو انت عارف الماجنتيك فيلد بشكل صحيح، يعني عارف قيمه الماجنتيك فيلد بتساوي كام، اضرب قيمه الماجنتيك فيلد اللي هو الاتش في قيمه الميو نوت، يطلع لك الماجنتيك فلكس دينستي بتساوي كام. ففي النون ماجنتيك ماتيريالز بيبقى الماجنتيك فيلد جوه الماتيريال قيمته بتساوي الاكسترنال ابلايد فيلد، فبالتالي الماجنتيك فلكس دينستي قيمتها بتساوي الميو نوت اللي هو الكونستانت بتاعنا مضروب في قيمه الاتش ابلايد مباشره. ليه؟ لان النون ماجنتيك ماتيريال مش بتعمل اي حاجه جديده، ما بتعملش اي شيء خالص، ما بتعملش اي حاجه جديده، ما بتعملش اي شيء خالص، مش بترد على الاكسترنال فيلد باي مجال، ولا بترد عليه باي كرنت، ولا بترد عليه باي شحنه. طب الماجنتيك ماتيريالز في المقابل بتعمل ايه؟ الماجنتيك ماتيريالز لو انت عندك فوليوم زي كده، والفوليوم ده على بعضيه وهنسميه مثلا V محاط بسيرفيس مقفول وليكن مثلا S، وعندك سورس تاني والسورس ده موجود كده بره، بره الفوليوم برضه، وبيجي بره الفوليوم وبيعمل فيلد اسمه اتش ابلايد. برضه الماتيريال دي عشان موجوده جنب السورس فهتبقى معرضه لفيلد اسمه اتش ابلايد، ففي فيلد هيبقى جوه الماتيريال اسمه اتش ابلايد. الماتيريال دي عشان خاطر ماجنتيك ماتيريال، فدي بترد على الفيلد الابلايد بفيلد تاني، بيبقى في استجابه منها للفيلد الابلايد. طب الاستجابه بتاعتها دي بتبقى في شكل ايه؟ بتبقى في شكل ماجنتيك فيلد، بتبقى في شكل ماجنتيك فيلد. يعني انت بتدخل عليها ماجنتيك فيلد وهي بتتاثر وبتعمل ماجنتيك فيلد، بتعمل ماجنتيك فيلد جديد بنرمز له بالرمز ام كابيتال.
بتعمل ماجنتيك فيلد جديد بنرمز له برمز ام كابيتال. طب الكلام ده عشان نقدر نضمنه في المعادلات الرياضيه بنقول ايه؟ بنقول التوتال ماجنتيك فلكس دينستي، الماجنتيك فلكس دينستي جوه الماتيريال اللي هي كميه لازم نحسبها علشان نحسب الاندكتنس وعشان نحسب الانديوس دي ام اف لما نعوز نحسب الاندكتنس او الانديوس دي ام اف. القيمه دي الكميه دي قيمتها بتساوي كام؟ بتساوي الكونستنت اللي اسمه ميو نوت في الماجنتيك فيلد. طب جوه الماتيريال الماجنتيك فيلد بيساوي كام؟ مش بيساوي اتش ابلايد لوحده، ده بيساوي الاتش ابلايد اللي هو المجال الاساسي اللي هو جاي من اكسترنال من بره زائد الماجنتيك فيلد اللي ردت به الماده على الاكسترنال فيلد. وده قانون عام انك تضرب الميو نوت في التوتال فيلد، انك تضرب قيمه الميو نوت في التوتال فيلد. من هنا استنتجنا القانون بتاع ان احنا نطلع بيرميابيليتي لكل ماده لوحديها. ازاي استنتجنا القانون ده؟ قلنا بشكل منطقي اكيد قيمه الام اللي هو الفيلد بتاع الماجنتايزيشن اللي احنا بنسميه الماجنتايزيشن فيلد، قيمه الام دي اكيد بتعتمد على قيمه الاتش الابلايد الماجنتيك فيلد الابلايد من بره. هو الام اللي هو الماجنتايزيشن ده ولا الفيلد اللي بيتكون جوه الماده ده سببه مين؟ مين اللي عمله؟ اللي عمله الفيلد اللي جاي من بره. طب تخيل الفيلد اللي جاي من بره كان قليل خالص، يبقى اكيد استجابه الماده هتبقى قليله خالص، الفيلد اللي الماده هتعمله ترد بيه عليه تبقى قليل خالص. طب تخيل الفيلد اللي جاي من بره كان كبير خالص، يبقى كده الماده نفسها هتستجيب استجابه شديده، يعني هترد على الفيلد اللي جاي من بره بفيلد كبير. وبالتالي كان من المنطقي ان احنا نفرض ان الفيلد اللي الماده ردت بيه على الاكسايتيشن بتاعك الفيلد ده يتناسب طرديا مع الاتش ابلايد. وعلشان يتناسب طرديا مع الاتش ابلايد ممكن نشيل علامه التناسب الطردي، وبدلا منها نقول ان الام ده بيساوي سم كونستانت سميناه اكس ام مضروب في قيمه الاتش ابلايد مباشره. الكونستانت اللي هو الاكس ام ده اللي احنا بنسميه الماجنتيك سسبتيبلتي، وبيعبر عن الامكانيه بتاعه المغناطه، يعني سماحيه الماده او قابليه الماده للمغناطه، قد ايه الماده بتستجيب لتاثير المغناطه اللي هو تاثير انك انت تدخل عليها ابلايد ماجنتيك فيلد من بره. طبعا عشان خاطر المكان انا ممكن اكتب المعادله دي مكان المعادله بتاعت التناسب، فاقدر اكتب على طول ان الام قيمتها بتساوي سم كونستانت اسمه اكس ام مضروب في الاتش ابلايد. والكونستانت ده اللي هو الاكس ام اللي هو بيعرف باسم الماجنتيك سسبتيبلتي. بيعرف باسم الماجنتيك سسبتيبلتي ده اللي هو الاكس ام. طبعا لما نعوض بالمعادله دي في المعادله اللي فوق نقدر نستنتج ان البي قيمتها بتساوي ميو نوت، هنحط الاتش ابلايد ونحط مكان الام كابيتال اكس ام مضروبه في الاتش ابلايد، فنقدر ناخد اتش ابلايد عامل مشترك يبقى 1 زائد الاكس ام، وناخد الاتش ابلايد من بره والقوس تبقى عامل مشترك. من هنا جت الفكره بتاعت ان احنا نعبر عن الماجنتيك فلكس دينستي بتاعت الماجنتيك ماتيريال باستخدام بارامتر جديد كانه عباره عن ميو جديده، قيمتها بتساوي الميو نوت اللي هو الثابت الكونستانت العادي اللي كان بيتحط في القانون زمان مضروب في حاجه اسمها 1 زائد اكس ام. 1 زائد اكس ام اللي كنا بنسميها قبل كده الريلاتيف بيرميابيليتي، وكنا بنقول ان قيمتها بتبقى اكبر من 1 لو انت بتتعامل مع ماجنتيك ماتيريال. والكميه اللي هي عباره عن الميو نوت مضروبه في 1 زائد اكس ام هي الكميه اللي احنا كنا بنسميها الماجنتيك بيرميابيليتي بتاعه الماتيريال. فهو ده الاصل بتاع القانون. الاصل بتاع القانون ده انه كان بيجي من فكره ان الديفينيشن بتاع الماجنتيك فلكس دينستي وبتاع الماجنتيك فيلد ان دايما بيربطهم الميو نوت اللي هو 4 باي في 10 والسالب 7، بس بشرط انك تحط الماجنتيك فيلد التوتال. يعني لو كانت الماتيريال بتاعتك نون ماجنتيك هيبقى نفس الماجنتيك فيلد بتاع السورس، لو كانت الماتيريال بتاعتك ماجنتيك ماتيريال لا يبقى هيبقى ماجنتيك فيلد غيره وغير بتاع السورس، هيبقى حاصل جمع الماجنتيك فيلد بتاع السورس زائد رد الفعل بتاع الماتيريال اللي هو موجود بين القوسين. بس بدل ما ندور على كيفيه حساب الماجنتيك فيلد بتاع الماتيريال اللي هو رد فعل الماتيريال، لا اختصرنا الكلام ده بينا بنعبر عنه في بارامتر خاص بالماتيريال سميناه ميو بالطريقه اللي احنا كاتبينها في السلايد. طيب ايه اللي مطلوب مننا دلوقتي؟ هندرس الفرايت. الفرايت تبع انهي نوع من الماتيريالز؟ تبع النوع اللي موجود ناحيه اليمين ولا النوع اللي موجود ناحيه الشمال؟ اكيد النوع اللي موجود ناحيه الشمال اللي هو الماجنتيك ماتيريالز. فنبدا ندرس الفرايت ونبدا نشوف المعادلات اللي بتحكم البيهيفير بتاع الفرايت والمعادلات اللي بتوصف البيهيفير بتاع الفرايت. فبالتالي المعادلات اللي هنتعامل معاها هتبقى متمشيه مع الجزء المكتوب ناحيه الشمال. يعني لما نيجي نستنتج الماجنتيك بيرميابيليتي بتاعه الفرايت هنقول انها بتساوي مثلا ميو نوت في 1 زائد الاكس ام بتاعه الفرايت، فلازم نعرف في الاول قيمه الاكس ام بتاعه الفرايت بتساوي كام. وده المطلوب مننا دلوقتي، لان السؤال بتاع الامتحان بيبقى كده. سؤال الامتحان بيسالك بيقول لك اشرح
الاوبريشن بتاع الفرايت في المايكرويف فريكوانسيز او في المايكرويف رينج ازاي؟ بانك انت تستنتج الماجنتيك برميابيليتي، تستنتج الماجنتيك برميابيليتي بتاعت الفرايت بكام، اللي هي الكميه اللي هي عباره عن ميو نوت مضروبه في واحد زائد اكس ام، هي دي الماجنتيك برميابيليتي اللي احنا عايزين نستنتجها بتاعت الفرايت. طبعا عشان استنتج الماجنتيك برميابيليتي بتاعت الفرايت اللي هيبقى قانونها كالتالي، عشان استنتج الفرايت ماجنتيك برميابيليتي اللي هي قانونها هيبقى كده، ميو بتساوي الميو نوت مضروبه في واحد زائد الاكس ام اللي هي الماجنتيك سسبتيبيليتي بتاعت الفرايت. الرمز اللي هو اكس ام هو مش بيتنطق اكس، هو بيتنطق نطق تاني بس انا بنطقه النطق بتاع اكس ده للتسهيل مش اكتر. فعشان نستنتج الماجنتيك برميابيليتي بتاعت الفرايت من القانون ده، الميو نوت معروفه قيمتها بتساوي 4 باي في 10 سالب في 10 سالب 7، والواحد قيمته معروفه، فاضل الاكس ام قيمتها مش معروفه، فعايزين نستنتج قيمه الاكس ام بكام اللي هي الماجنتيك سسبتيبيليتي بتاعت الفرايت. طب الاكس ام دي ايه الديفينيشن بتاعها؟ ان هي زي ما كتبنا في المعادلات اللي قبل كده، هي بتربط ما بين الماجنتيك فيلد اللي هو استجابه الفرايت اللي احنا سميناها كابيتال ام، وبتربط ما بينه وبين الابلايد فيلد من بره، بتربط ما بينه وبين الابلايد فيلد من بره اللي هو الفيلد اللي داخل على الفرايت. فعشان نعرف قيمتها بتساوي كام او نستنتج شكلها او نستنتج تتحسب ازاي، لازم نعرف الفيلد اللي اتكون جوه الماتيريال اللي احنا رمزنا له بالرمز ام كابيتال ده اتكون ازاي من الابلايد فيلد. لو عرفنا ازاي الفيلد ده اتكون من الابلايد فيلد اللي جاي من بره، هنقدر نربط الاثنين بالكونستانت اللي اسمه اكس ام. هي دي اجابه سؤالنا. يبقى عشان نستنتج الماجنتيك برميابيليتي اللي هي موجوده في البرواز الابيض، عشان نستنتجها محتاجين نعرف قيمه اكس ام. طب نعرف قيمه اكس ام ازاي؟ تعال نشوف اكس ام جت من فين. اكس ام جت من العلاقه ما بين الفيكتور اللي اسمه كابيتال ام اللي انا هسميه الماجنتايزيشن فيكتور، هسميه كده من هنا ورايح اسمه الماجنتايزيشن فيكتور. الفيكتور اللي هو الام كابيتال اللي هو الماجنتيك فيلد اللي اتكون جوه الماده بسبب انك انت دخلت عليها ابلايد ماجنتيك فيلد من بره. فالاكس ام بيربط ما بينه وبين الابلايد فيلد من بره. طيب عشان تحسب قيمه الاكس ام تعرف تعمل ايه؟ تعرف او تبحث ازاي الماجنتيك فيلد اللي جوه الماتيريال ده اتكون اصلا، اتكون ازاي، ايه الميكانيزم بتاعته، عشان لما تعرف اتكون ازاي من الابلايد فيلد تقدر تربطه بالابلايد فيلد فتعرف قيمته، قيمه الاكس ام اللي هو الكونستانت اللي بيربطهم ببعض ده قيمته بتساوي كام. عشان نحقق الهدف ده محتاجين ندخل جوه الفرايت شويه، عشان نحقق الهدف ده محتاجين ندخل جوه الفرايت شويه كماتيريال، او ندخل جوه اي ماجنتيك ماتيريال ونشوف الماتيريال بتتمغنط ازاي. يعني ازاي الماتيريال لما تدخل عليها ماجنتيك فيلد جاي من بره هي نفسها بتتمغنط وبتعمل ماجنتيك فيلد خاص بيها كردة فعل للماجنتيك فيلد اللي انت دخلته من بره. فعايزين نعرف هي بتتمغنط ازاي، عشان لما نعرف هي بتتمغنط ازاي نقدر نفهم ازاي نستنتج قيمه الاكس ام اللي هو الماجنتيك سسبتيبيليتي بتاعتها. طيب عشان نعرف هي بتتمغنط ازاي هنرجع لجزء بسيط كنا اخدناه قبل كده يتعلق بالماجنتيك فيلد، اخدناه في الدراسه السابقه بتاعتنا. هنرجع لجزء بسيط اخدناه قبل كده يتعلق بدراستنا السابقه وكان متعلق بالماجنتيك فيلد. في دراسه سابقه لينا درسنا الماجنتيك فيلد ودرسنا المصادر بتاعته، وعرفنا في اثناء دراستنا ان لو عندنا لوب صغيره واللوب دي بيعدي فيها تيار واللوب دي المساحه بتاعتها صغيره لدرجه انك انت ممكن تعتبر المساحه بتاعتها قيمتها بتساوي دي اس، والدي اس زي ما احنا عارفين بيبقى فيكتور. ليه بيبقى فيكتور؟ لان هو بيبقى القيمه بتاعته كقيمه من غير متجه تعبر عن مساحه اللوب بتاعتك او مساحه السطح. مساحه السطح اللي هي انا هظللها باللون الاحمر دي اللي هي مساحه اللوب، دي القيمه بتاعته، ولكن الاتجاه بتاعه اللي انا هحطه قدامك باللون الاخضر يبقى الاتجاه بتاعه عمودي على السطح بتاع اللوب، ده الاتجاه بتاع الدي اس. فلو عندي لوب من التيار صغيره جدا، يعني المساحه بتاعتها صغيره خالص، المساحه بتاعتها صغيره خالص، واللوب دي بيعدي فيها تيار والتيار ده قيمته بتساوي اي، اي لوب في الدنيا او اي سلك بيعدي فيه تيار بيعمل حوالين نفسه مجال مغناطيسي، وده كلام معروف، بيعمل حوالين نفسه مجال مغناطيسي، والمجال المغناطيسي بيبقى عمودي على الاتجاه بتاع اللوب زي الاتجاه بتاع متجه المساحه اللي انا رسمه بالاخضر، بيبقى هو نفس اتجاه المجال المغناطيسي الناتج من مرور التيار في السلك بتاع اللوب. المجال المغناطيسي ده ممكن اعبر عنه بان انا احسب القيمه بتاعت المجال المغناطيسي نفسه بتساوي كام من القوانين بتاعت الماجنتيك فيلد. استخدم القوانين بتاعت باي وصفار او القانون بتاع امبير عشان احسب الماجنتيك فيلد قيمته بتساوي كام. ده بنعمله احيانا. في احيان اخرى عشان اعبر عن الماجنتيك فيلد بتاع اللوب دي بستخدم بارامتر تاني اسمه الماجنتيك مومنت. بستخدم بارامتر تاني اسمه الماجنتيك مومنت، خصوصا لو كانت اللوب دي المساحه بتاعتها صغيره. خصوصا لو كانت اللوب دي المساحه بتاعتها صغيره، وخصوصا لو انت عاوز تتكلم على قضيه معينه اللي هي قضيه اللوب دي هتتصرف ازاي او هيحصل لها ايه لو احنا دخلنا عليها اكسترنال ماجنتيك فيلد الفلكس دينستي بتاعته وقيمتها بتساوي بي. فلو انا جبت اكسترنال ماجنتيك فيلد الدايركشن بتاعه مثلا وليكن زي المرسوم باللون الازرق،
والاكسترنال ماجنتيك فيلد ده دخلته على اللوب، وعايز اعرف اللوب هتتصرف ازاي. ساعتها في السياق ده لما تيجي تسال نفسك السؤال ده، بيبقى من المفيد انك انت تعبر عن اللوب مش بالماجنتيك فيلد بتاعها، تعبر عنها بحاجه اسمها الماجنتيك مومنت. والماجنتيك مومنت ده كميه متجهه قيمتها بتساوي التيار اللي ماشي في اللوب مضروبه في متجه المساحه على طول. ده اسمه الماجنتيك مومنت بتاع اللوب الصغيره. ليه من المفيد انك انت تستعمل الماجنتيك مومنت لما تيجي تكون بتبحث عن تاثير الاكسترنال فيلد على اللوب دي؟ لان تاثير الاكسترنال فيلد على اللوب دي بيبقى باختصار شديد ان اللوب دي بتتاثر بعزم ازدواج، بتورك، بتاثر بحاجه اسمها تورك، ماجنتيك تورك، عزم مغناطيسي بنرمز له بالرمز تي. والعزم المغناطيسي ده بيحاول يلفلف اللوب. يلفلف اللوب ازاي؟ يلفلف اللوب بحيث يحاول يجيب الاتجاه بتاع المتجه الاخضر على الاتجاه بتاع المتجه الازرق. يعني بيحاول يلفلف اللوب بحيث يبقى اتجاه الماجنتيك مومنت بتاعها في نفس الاتجاه بتاع الابلايد ماجنتيك فيلد من بره. طب على فرض ان الابلايد ماجنتيك فيلد من بره كان بالفعل في نفس الاتجاه بتاع الماجنتيك مومنت بتاع اللوب، يعني في نفس اتجاه عنصر المساحه، انك لو خدت بالك من معادله الماجنتيك مومنت، اتجاه الماجنتيك مومنت ام في نفس اتجاه عنصر المساحه. فلو كان الماجنتيك مومنت في نفس اتجاه الابلايد فيلد من بره، خلاص اللوب مش هتلف. لو الماجنتيك مومنت مش في نفس اتجاه الابلايد فيلد من بره، تبدا اللوب تتاثر بتورك، تتاثر بعزم، والعزم المغناطيسي ده يحاول يلفلف اللوب بحيث يخلي اتجاه الماجنتيك مومنت بتاعها في نفس الاتجاه بتاع الاكسترنال فيلد اللي من بره. ومن الماجنتيك فيلد ثيري نقدر نستنتج ان الماجنتيك تورك ده قيمته بتساوي حاصل ضرب الماجنتيك مومنت ضرب اتجاهي في الابلايد اكسترنال فيلد. يعني بينتج من حاصل ضرب الاتجاه للماجنتيك مومنت في الفلكس دينستي بتاعت الماجنتيك فيلد اللي جايه من بره. وده السبب اللي خلانا لما نيجي نعبر عن الفيلد بتاع اللوب نستخدم المتجه بتاع الماجنتيك مومنت. ليه؟ لان هو بيظهر دايركت بشكل مباشر في المعادله بتاعت حساب التورك، او في المعادله بتاعت حساب الماجنتيك تورك، في المعادله بتاعت حساب الماجنتيك تورك. طيب هل الكلام ده بينطبق بس على اللوب الصغيره؟ يعني ما ينطبقش على اي لوب كبيره؟ يعني افرض عندنا لوب بحجم كبير، لا مش مشكله، ينطبق عادي على اي لوب بحجم كبير. بس لما تيجي تتعامل مع لوب كبيره هتقسمها لعناصر مساحه صغيره، كل عنصر قيمته دي اس، فبدل ما يبقى عندك هنا الماجنتيك مومنت بتاع اللوب الصغيره يبقى هو التوتال ماجنتيك مومنت بتاع اللوب بتاعتك، لا اللوب الصغيره بتاعتك هتبقى جزء من لوب كبيره. طالما جزء من لوب كبيره هتبدا بعد كده تكامل على الجزء بتاع الماجنتيك تورك، فبدل يبقى عندك التي هيبقى عندك الدي تي اللي هو عنصر من التوتال تورك، تكامل عليه يطلع لك قيمه التوتال تورك بتساوي كام. لكن احنا في النقاش بتاعنا او في الشرح بتاعنا هيبقى عندنا ماجنتيك لوب فعلا صغيره والمساحه بتاعتها قيمتها بتساوي دي اس. يبقى ده اللي بيحصل لو عندك لوب بيعدي فيها تيار، واللوب دي اتحطت في اكسترنال ماجنتيك فيلد، بتاثر بتورك، والتورك بيحاول يلفلف اللوب بحيث يكون الاتجاه بتاع الماجنتيك مومنت بتاعها في نفس الاتجاه بتاع الابلايد اكسترنال فيلد. والسؤال مال الكلام ده بالفرايت؟ يعني الكلام ده كويس موجود فعلا في الجزء بتاع الماجنتيك فيلد في دراستنا، بس ماله بالفرايت؟ ماله بالفرايت؟ الفرايت ماتيريال او اي ماجنتيك ماتيريال او اي ماتيريال في الدنيا، اي ماتيريال في الدنيا احنا عارفينها بتتكون من ذرات، بتتكون من اتومز. والذره يعني في الشكل البسيط اللي في اذهان اغلبنا بيبقى عندك نواه، والنواه دي مشحونه بشحنه موجبه، بيبقى عندك نواه نوكليوس، والنواه دي مشحونه بشحنه موجبه، وحوالين النواه الكترونات، الالكترونات بتلف حوالين النواه، والالكترونات دي مشحونه بشحنه سالبه. انا راسم الكترون واحد بس طبعا ده بس من باب الايضاح يعني. فالالكترون بيلف حوالين النواه مشحون بشحنه سالبه، والنواه نفسها مشحونه بشحنه موجبه. طيب الالكترون اللي بيلف حوالين النواه ده عباره عن شحنه بتتحرك حوالين النواه في مسار، والمسار ده نقدر نقول مجازا ان هو مسار دائري، مجازا طبعا، مجازا قوي، نقدر نقول ان هو مسار دائري اللي هو اللي بيلف فيه الالكترون حوالين النواه. طيب مسار دائري بتتحرك فيه شحنه والمسار ده مقفول، احنا كده رجعنا الكرنت لوب. احنا كده رجعنا الكرنت لوب. مفيش داعي ان احنا نقول مسار دائري، احنا مالناش دعوه بشكل اللوب، مش هتفرق معانا في حاجه. المهم عندنا مسار مقفول والمسار بيلف فيه الالكترون حوالين النواه، والالكترون ما هو الا شحنه. يبقى معنى كده ان عندك لوب بيعدي فيها تيار، والتيار ده تيار ضعيف خالص، ده بيبقى جوه الذره. بس اكيد ليها ماجنتيك مومنت. يبقى اكيد في ماجنتيك مومنت ناتج بسبب دوران الالكترون حوالين النواه. يبقى في اول حاجه اكيد في ماجنتيك مومنت ناتج من دوران الالكترون حوالين النواه، لان يعني دي حركه بتاعه شحنه بتتحرك جوه الذره، فدي حاجه بنسميها الالكترون، حاجه بنسميها الالكترون اوربيتال موشن. الالكترون اوربيتال موشن، الالكترون اوربيتال موشن دي بتعمل ايه؟ بتعمل ماجنتيك مومنت. يبقى في ماجنتيك مومنت، في ماجنتيك مومنت ممكن نسميه ام بتاع الالكترون اوربيتال موشن، ده بيحصل جوه
الاتوم جوه الذره بتاعت الماده. مش كده وبس، في حركات تانية موجوده للشحنات جوه الذره. الالكترون مش بس بيتحرك حركه مداريه اوربيتال موشن حول النواه، ده هو بيتحرك كمان حوالين نفسه، بيلف حوالين نفسه في حركه مغزليه اللي احنا بنسميها الالكترون سبين. الحركه المغزليه بتاعت الالكترون اللي احنا بنسميها الالكترون سبين. الالكترون سبين الالكترون بيلف حوالين نفسه، فلما بيلف حوالين نفسه كانه شحنه بتلف في مسار صغير جدا، كانه شحنه بتلف في مسار مقفول صغير جدا، وبالتالي تعمل لك برضه ماجنتيك مومنت هنسميه الام اي اس، يعني الام الكترون سبين. فالالكترون سبين بيعمل هو كمان ماجنتيك مومنت لان شحنه بتلف حوالين نفسها. برضه النواه نفسها، النواه نفسها بتلف حوالين نفسها، ففي نيكولار سبين، في نيوكلير سبين ناتج من دوران النواه حوالين نفسها. دوران النواه حوالين نفسها يعني في شكل حركه مغزليه، في شكل حركه مغزليه، فبالتالي في ماجنتيك مومنت هنسميه الماجنتيك مومنت بتاع النيوكلير سبين اللي هو ناتج من حركه النواه حوالين نفسها. طيب الكلام ده بيحصل في جميع الاتومز، يعني بيحصل في اي اتوم بتاعت اي ماتيريال، وبالتالي الاتومز بتاعت اي ماتيريال معنى كده ان فيها ماجنتيك مومنت، فيها ماجنتيك مومنت يعني ممكن تعمل ماجنتيك فيلد. ده صحيح، بس مش بيحصل الكلام ده في النون ماجنتيك ماتيريالز. ليه مش بيحصل الكلام ده في النون ماجنتيك ماتيريالز؟ لان في الذره بتاعت النون ماجنتيك ماتيريال ممكن يبقى التوتال بتاع كل دول بيساوي صفر. في الذره بتاعت النون ماجنتيك ماتيريال ممكن يكون التوتال بتاع كل دول بيساوي صفر. فلو التوتال بتاع كل دول بيساوي صفر يبقى كل اتوم لوحديها، كل ذره لوحديها هيبقى التوتال ماجنتيك مومنت بتاعها بيساوي زيرو، يبقى ملهاش لازمه لما تيجي تدخل عليها ماجنتيك فيلد من بره. يعني لو كان التوتال ماجنتيك مومنت بتاع الذره مش بيساوي صفر، يبقى لما تدخل عليها ماجنتيك فيلد من بره، الماجنتيك فيلد من بره هيحاول يحرك الذره عشان يبقى المومنت بتاعها في نفس اتجاه الفيلد. لو الذره بتاعتك ليها توتال ماجنتيك مومنت، لو الذره ما لهاش توتال ماجنتيك مومنت كلهم بيلغوا بعضيهم والتوتال بيساوي صفر، يبقى الابلايد اكسترنال فيلد من بره مش هيعمل اي حاجه، مش هيفيدك في اي شيء، ويبقى الماتيريال بتاعتك ساعتها نون ماجنتيك ماتيريال. وده صحيح. اللي بيحصل جوه الفرايت بيبقى حاجه زي كده. الفرايت اولا ليه نت ماجنتيك مومنت، ده اول حاجه في الفرايت، ليه نت ماجنتيك مومنت، يعني ليه محصله للماجنتيك مومنت بتاع الاتوم الواحده. والماجنتيك مومنت بتاع الاتوم الواحده على بعضيه، الجزء ده تبع الاستنتاج بتاع الفرايت، الماجنتيك مومنت بتاع الاتوم الواحده نقدر نكتبه بالصوره دي. هنمسك الماجنتيك مومنت بتاع النواه اللي هو ناتج من الحركه المغزليه بتاعت النواه اللي هو الماجنتيك مومنت بتاع النوكليير سبين، ونجمع عليه الماجنتيك مومنت بتاع الالكترون اوربيتال موشن بس لجميع الالكترونات، وبعد كده نجمع عليه كمان الماجنتيك مومنت بتاع الالكترو سبين برضه بتاع جميع الالكترونات. طبعا المجموع ده بيتعمل على مين؟ بيتعمل على عدد الالكترونات في ذره الفرايت، بيتعمل على عدد الالكترونات في ذره الفرايت او في الجزيء بتاع الفرايت. فكده احنا هنجمع كل الماجنتيك مومنت الناتج من الكترون سبين، وكل الماجنتيك مومنت الناتج من الكترون اوربيتال موشن، وكل الماجنتيك مومنت الناتج من النيوكلير سبين، يطلع لنا في الاخر التوتال ماجنتيك مومنت بتاع الاتوم الواحده بتاعت الفرايت. ما بيطلعش بصفر، يعني الفرايت ليه نت ماجنتيك مومنت، نت ماجنتيك مومنت ان اتوم في الذره بتاعت الفرايت، ليه نت ماجنتيك مومنت. طيب يبقى اذا انا كل ذره من ذرات الفرايت ممكن ابص لها على انها كرنت لوب صغير، طالما ليه نت ماجنتيك مومنت يبقى كل ذره من ذرات الفرايت ممكن ابص لها كده، ممكن ابص لها على كانها عباره عن لوب صغيره بيعدي فيها تيار وليها نت ماجنتيك مومنت وقيمته بتساوي الام ايه اللي احنا كاتبينها دي، هي دي قيمه النت ماجنتيك مومنت بتاع ذره الفرايت. كويس، وبعدين ليه الفرايت بيتمغنط؟ ما زال السؤال مطروح. انت كده درست اللي بيحصل جوه ذره الفرايت من غير ما تحط عليها مجال من بره. هي ذره الفرايت لوحديها ليها نت ماجنتيك مومنت، يعني هي لوحديها ممكن ابص لها على انها عباره عن كرنت لوب صغيره بيعدي فيها تيار، وبعدين ليه برضه بتتمغنط لما دخل عليها ماجنتيك فيلد من بره؟ للفكره اللي احنا شرحنا من شويه، لما ندخل عليها ماجنتيك فيلد من بره بيعمل ايه؟ بيحاول يحرك الذرات بتاعت الفرايت بحيث يبقى اتجاه الماجنتيك مومنت بتاعها. لما دخل عليها ماجنتيك فيلد من بره بيعمل ايه؟ بيحاول يحرك الذرات بتاعت الفرايت بحيث يبقى اتجاه الماجنتيك مومنت بتاعها في نفس الاتجاه بتاع الابلايد فيلد من بره. العمليه دي بنسميها عمليه الاينمنت، بنسميها عمليه الاينمنت، يعني بيحاول الفيلد يعمل الاين، يعمل عمليه الاينمنت، بيحاول الفيلد من بره يعمل عمليه الاينمنت اوف اتومز ماجنتيك مومنت. بيحاول الاكسترنال فيلد من بره يعمل عمليه الاينمنت، يعني ترتيب، يحاول يرتب الماجنتيك مومنت بتاع الاتومز بتاعت الفرايت تبقى في نفس الدايركشن، في نفس الاتجاه بتاع الماجنتيك فيلد الابلايد من بره.
يبقى ده اللي بيحصل عندنا جوه الاتوم الواحده بتاعه الفرايت. بيبقى عندي الكترون سبين. الالكترون سبين بيعمل ماجنتيك مومنت، وعندي الكترون اوربيتال موشن. الكترون اوربيتال موشن بتعمل ماجنتيك مومنت، وعندي النيوكلير سبين بيعمل ماجنتيك مومنت، والتوتال بتاعهم بيبقى مش بزيرو. طالما التوتال مش بزيرو يبقى اقدر ابص على ذره الفرايت باعتبار انها كارنت لوب صغيره. كارنت لوب صغيره بيعدي فيها تيار وليها توتال ماجنتيك مومنت ذره الفرايت الواحده. طيب تعالى ابدا دخل ماجنتيك فيلد على الفرايت، اكسترنال ماجنتيك فيلد، وقول لي بيحصل ايه. هناخد فوليوم من الفرايت ونشوف هيحصل فيه ايه. الشكل اللي قدامنا ده عندي فيه فوليوم من الفرايت، وعندي حالتين اتنين، حاله مرسومه ناحيه اليمين وحاله مرسومه ناحيه الشمال. الحاله مرسومه ناحيه الشمال انا مش مدخل فيها فيلد على الفرايت، الحاله مرسومه ناحيه اليمين انا دخلت فيها اكسترنال فيلد على الفرايت، وده الماجنتيك فلكس دينستي بتاعته، وعاوز اشوف هيحصل ايه جوه الفرايت. في الحاله الاولانيه انت واخد فوليوم مثلا قيمته بتساوي دلتا في. في الفوليوم اللي انت قيمته دلتا في من الفرايت اللي احنا كنا مسمينه في من شويه في سلايدات، هو هنا مسميه دلتا في، وهنعرف بعد قليل جدا ليه هنسميه دلتا في. الفوليوم اللي اسمه دلتا في ده اللي انت واخده جواه ذرات كتيره للفرايت، وكل ذره ليها ماجنتيك مومنت، والماجنتيك مومنت ليه اتجاه مختلف عن اللي جنبه. ولذلك لو انت واخد فوليوم زي كده وبصيت على الماجنتيك مومنت اللي فيه زي ما الرسمه قدامنا كده، هتلاقي الترتيب بتاعهم عشوائي، كل واحده بتشاور في اتجاه مختلف. فلو خدت مثلا حته صغيره من الماتيريال بتاعتك وكبرتها زي ما هو عمل كده، اخد حته صغيره وكبرها، هتلقى كل ذره من ذرات الفرايت كانها لوب وليها ماجنتيك مومنت. كل ذره كانها لوب ليها ماجنتيك مومنت، ولكن الدايركشن بتاع الماجنتيك مومنت بتاعهم مرتب بشكل عشوائي، يعني مش مترتب كله في اتجاه واحد. وبالتالي المحصله بتاعتهم في اي منطقه جوه الماتيريال هتبقى بزيرو. المحصله بتاعتهم في اي منطقه جوه الماتيريال بزيرو، يعني مفيش توتال ماجنتيك مومنت لاي حته جوه الماتيريال. طب لما نيجي ندخل ماجنتيك فيلد من بره زي الحاله اللي موجوده ناحيه اليمين، لا، هنلاقي الماجنتيك فيلد يبدا يحاول يرتب الماجنتيك مومنت بتاع الاتومز بتاعت الفرايت يبقى معاه في نفس الاتجاه، اللي هي عمليه الالاينمنت اللي احنا بنتكلم عليها. وفعلا لو اخدت جزء من الماتيريال وكبرته وبصيت على اللي بيحصل فيه، هتلاحظ فعلا الماجنتيك مومنت بتاعت كل الاتومز بدات تترتب وتبقى بقدر كبير مع الماجنتيك فيلد اللي ابلايد من بره. طب اللي احنا بنقول بقدر كبير، يعني ليه الماجنتيك فيلد ما يقدرش يرتبهم كلهم بحيث يبقوا كلهم بالظبط مع اتجاه الماجنتيك فيلد اللي ابلايد من بره؟ بسبب ان الماتيريال نفسها جواها فورسز، جواها اتوميك فورسز وجواها موليكيولر فورسز، يعني في قوة ما بين الجزيئات وفي قوة بين الذرات. فانت عشان تدور الذره وتلفلفها وتدور الجزيء وتلفلفه، انت بتقاوم الروابط اللي بين الذرات والجزيئات. فالفيلد اللي انت حاطه من بره ممكن يكون قوي جدا، يقدر يقاوم الروابط قوي، وبالتالي يقدر يرتب الذرات والمومنت بتاعها قوي. ممكن يكون الفيلد ضعيف شويه، ما يقدرش يرتب الذرات قوي، وهكذا على حسب قيمه الابلايد فيلد بتاعك بيساوي كام. يبقى ده الاصل بتاع الماجنتايزيشن اللي بيحصل، ده الاصل بتاع الماجنتايزيشن اللي بيحصل جوه الفرايت. بيحصل ازاي الماجنتايزيشن؟ يعني ازاي الفرايت بيتمغنط؟ ده اللي احنا عايزين نفهمه، ازاي الفرايت بيتمغنط، ازاي بيحصل الماجنتايزيشن. ان كل اتوم ليها نت ماجنتيك مومنت، وفي العادي قبل ما تحط ابلاي دي اكسترنال فيلد بيبقى كلهم مترتبين عشوائي، وبالتالي المحصله بتاعتهم بصفر. لكن لو دخلت ابلاي دي اكسترنال فيلد هيبدا يرتبهم، يعمل لهم الاينمنت معاه على قد ما يقدر، وبالتالي يبقى فيه توتال ماجنتيك مومنت جوه الفرايت. طيب انت كده قلت ان في توتال ماجنتيك مومنت جوه الفرايت، ده صحيح، بس الماجنتيك مومنت ده هل هو الام كابيتال؟ الماجنتايزيشن اللي احنا عايزين نعرف قيمته بكام، او نعرف نحسبه ازاي، عشان لو عرفنا نجيب الماجنتايزيشن اللي هو الام ده خلاص نقدر نعرف الاكس ام قيمتها بكام. احنا ايه هدفنا دلوقتي اللي احنا بنحكي فيه من البدايه؟ ان احنا نجيب الماجنتايزيشن بدلاله الابلايد فيلد. لو حسبنا الماجنتايزيشن فيكتور بدلاله الابلايد فيلد هيبقى اللي يربطهم ببعض هو الاكس ام اللي بندور عليها. لو حسبنا الماجنتايزيشن فيكتور اللي هنا ده بدلاله الابلايد فيلد هيبقى اللي يربطهم ببعض هو الاكس ام دي اللي احنا بندور عليها وعايزين نعرف قيمتها بتساوي كام. فقول لنا ازاي نحسب الماجنتايزيشن ده. الماجنتايزيشن ده واضح تماما من المعادلات اللي احنا كتبناها قبل كده ان هو ماجنتيك فيلد بيتجمع على الماجنتيك فيلد العادي، وده اللي كان باين في المعادلات بتاعتنا، انه عباره عن الماجنتيك فيلد اللي هو بيتجمع على الماجنتيك فيلد العادي. فالوحده بتاعته وحده ماجنتيك فيلد، الوحدة بتاعته وحدة ماجنتيك فيلد، في حين ان الماجنتيك مومنت اللي هو الام اللي احنا عرفنا الديفينيشن بتاعه، الماجنتيك مومنت ان هو عبارة عن الكرنت مضروب في المساحة، الوحدة بتاعته مش وحدة ماجنتيك فيلد. لو احنا رجعنا للديفينيشن بتاع الماجنتيك مومنت، من الديفينيشن بتاع الماجنتيك مومنت الوحدة بتاعت الماجنتيك مومنت هتبقى عبارة عن امبير مضروبة في متر مربع، لأنه عبارة عن تيار مضروب في المساحة. أما الوحدة
بتاعه الماجنتيك فيلد او الماجنتايزيشن ام كابيتال المفروض تبقى زي وحده الاتش ابلايد. يعني المفروض الوحده بتاعته تبقى عباره عن امبير لكل متر. المفروض الوحده بتاعته تبقى عباره عن امبير لكل متر. فازاي هيتجاب الماجنتايزيشن فيكتور ده من الماجنتيك مومنت؟ هيجي بان احنا هنحاول نعبر عن تاثير الماجنتايزيشن اللي بيحصل جوه الفيرايت كله على بعضه. فالحجم بتاع الفيرايت اللي احنا اخدناه اللي اسمه دلتا في اللي احنا اخدناه في الصوره دي، هنبدا نجمع التوتال ماجنتيك مومنت الناتج من الفيلد اللي احنا حطيناه من بره. يعني الفيلد اللي احنا حطيناه من بره اللي اسمه بي او الفلكس دينستي بتاعته قيمتها بتساوي بي، هنبدا نجمع جوه الحجم بتاعنا اللي اسمه دلتا في، هنبدا نجمع الماجنتيك مومنت بتاع كل الاتومز اللي من جوه. فاول حاجه عاوزين نعرف عدد الاتومز اللي من جوه قيمته بتساوي كام، عدد الاتومز اللي في الحجم اللي اسمه دلتا في. فنفرض ان احنا عندنا كميه ان، الكميه ان دي عباره عن ايه؟ عباره عن النمبر اوف اتومز بير يونت فوليوم، عباره عن نمبر اوف اتومز عدد الذرات بير يونت فوليوم لوحده الحجوم. وده رقم ممكن يتعرف لاي ماده، ده رقم ممكن يتعرف لاي ماده. لو انت معاك المول بتاع الماده كتلته بتساوي كام، تقدر تعرف الرقم ده بيساوي كام، اللي هو عدد الاتومز لوحده الحجوم بير يونت فوليوم من الفيرايت. لو معاك الرقم ده اللي هو عدد الذرات لوحده الحجوم، يبقى كده عدد الذرات في حجم دلتا في هيبقى عباره عن الان في الدلتا في على طول. اللي هو عدد الذرات في حجم قيمته كام؟ حجم قيمته بتساوي دلتا في. نعمل ايه بعد كده؟ نمسك الماجنتيك مومنت بتاع كل اتوم لوحديها ونعمل له ايه؟ ونروح ناخد السميشن بتاعه. السميشن بتاعه على رقم بيساوي كام؟ السميشن بتاعه على رقم قيمته بتساوي ان دلتا في ببساطه. يبقى هنجمع الماجنتيك مومنت كله على بعضيه بتاع الاتومز كلها الموجوده في فوليوم قيمته بتساوي دلتا في. يبقى هتجمع الماجنتيك مومنت بتاع الاتومز الموجوده في الفوليوم اللي هو قيمته بتساوي دلتا في، يطلع لك التوتال ماجنتيك مومنت الموجوده جوه الماتيريال. التوتال ماجنتيك مومنت ده يمثل ايه؟ يمثل الاستجابه الكليه للحجم اللي قيمته دلتا في، يمثل الاستجابه الكليه بتاعت الماده في الحجم اللي قيمته دلتا في. يعني لو مسكت مثلا حته كبيره كده من الفيرايت، لو مسكت حته كبيره من الفيرايت حجمها بيساوي في زي ما بنرسم من اول ما اشتغلنا، ومحاطه بسطح مقفول اسمه اس، واخدت حجم كده زي المكعب اللي كان مرسوم في الرسمه اللي احنا عرضناه من شويه، والحجم ده قيمته بتساوي دلتا في. عايز تعرف التوتال ماجنتيك مومنت اللي فيه، التوتال ماجنتيك مومنت جوه الحجم ده هتبقى قيمته زي ما كتبنا من شويه، عباره عن السميشن على الماجنتيك مومنت بتاع كل اتوم، وهتاخده في عدد الذرات الموجوده في الحجم اللي اسمه دلتا في. مشكلة الطريقة دي وانت بتعبر عن استجابة المادة للابلايد فيلد من بره، مشكلة الطريقة دي ايه؟ انك انت بتحسب الاستجابة الكلية في كل حجم على بعضه، في كل حجم قيمته دلتا في. يعني المادة بتاعتك لازم تقسمها لشوية حجوم بالمنظر ده، كل حجم قيمته بتساوي دلتا في، عشان تعرف الاستجابة الكلية في الحجم ده على بعضه قيمته بتساوي كام. وده للأسف مش مناسب. ليه؟ ليه مش مناسب؟ لان في السياق بتاع المجالات بتاع الالكترومغنيتيك فيلد ثيوري في نظريه المجالات، احنا مش بنعرف الكميات في حتت كامله على بعضيها من الماده. يعني عمرنا مثلا ما عرفنا الالكتريك فيلد في حته على بعضيها من الماده بيساوي كام، ولا المغنيتيك فيلد في حته على بعضيها بيساوي كام. احنا الكميات كلها عندنا اللي بتستخدم في نظريه المجالات كميات كلها لوكال كوانتيتيز. يعني ايه لوكال كوانتيتيز؟ يعني كميات ديفايند عند نقطه اتا بوينت، كميات ديفايند عند نقطه اتا بوينت. فعايزين نخلي الكميه اللي بتعبر عن استجابه الماده للفيلد اللي ابلايد من بره تكون هي كمان ديفايند ات ا بوينت، متعرفه عند نقطه. الكلام ده يحصل امتى؟ اكيد انت خمنت الكلام ده يحصل لو كان الحجم دلتا في ده يقول للصفر. لو الحجم دلتا في ده يقول للصفر هتبقى انت كده عرفت الماجنتيك مومنت عند نقطه، عرفت الماجنتيك مومنت عند نقطه، يعني جبت الماجنتيك اللي جبت استجابه الماتيريال عند نقطه جوه الماده. يبقى تقدر تقول عند كل نقطه في الماده، زي ما بتتعامل مع الماجنتيك فيلد بتحسبه عند كل نقطه، تقدر عند كل نقطه جوه الماده تعرف استجابتها بتساوي كام. بس طبعا هل اقدر اقول ان في توتال ماجنتيك مومنت عند نقطه؟ ده عند نقطه ما فيش ذره عند نقطه عشان يبقى في توتال ماجنتيك مومنت عند نقطه، لا. فلازم اتكلم باللغه بتاعت الدينستي بتاعت الكثافه. فهعمل ايه؟ همسك التوتال ماجنتيك مومنت في اي فوليوم دلتا في اللي هو مكتوب قدامنا ده، واقسمه على الفوليوم نفسه، واقسمه على الفوليوم نفسه كاني بحسب حاجه، كاني بحسب كثافه. فجيت في حجم قيمته دلتا في، حسبت الاستجابه الكليه وقسمتها على الحجم نفسه، كانك بتحسب دينستي كوانتيتي، كانك بتحسب كثافه. والموضوع ده منطقي لان انا عندي الكميه اللي من فوق الوحده بتاعتها وحده ماجنتيك مومنت، فالوحده بتاعتها عباره عن امبير لكل متر مربع، والكميه اللي من تحت وحدتها متر مكعب، وبالتالي حاصل قسمتهم هيطلع لي كميه وحدتها امبير لكل متر، فهيطلع لي ماجنتيك فيلد اللي هو استجابه الماده. هيطلع لي ماجنتيك فيلد اللي هو استجابه الماده اللي انا هسميه الماجنتايزيشن ام، وعشان يبقى ديفايند عند نقطه هاخد الليميت لما دلتا في تقول للصفر، عشان يبقى ديفايند عند نقطه
عند سنجل بوينت. فده الديفينيشن بتاع الماجنتايزيشن، الديفينيشن بتاع الماجنتايزيشن فيكتور بتاع اي ماجنتيك ماتيريال، على فكره مش شرط الفرايت بس، الديفينيشن بتاع الماجنتايزيشن فيكتور لاي ماجنتيك ماتيريال ومش شرط يكون الفرايت بس. كويس، انت كده عرفت تجيب الماجنتايزيشن فيكتور من الماجنتيك مومنت بتاع الاتوم الواحده، بس انا مش عاوز كده. امال انت عاوز ايه؟ انا عاوز اجيب الماجنتايزيشن فيكتور من الابلايد فيلد، عايز اجيب الماجنتايزيشن فيكتور من الابلايد فيلد اللي هو هدفنا من البدايه اللي هو مكتوب في السلايد دي. عايز اجيب علاقه تربط ما بين الماجنتايزيشن فيكتور والابلايد فيلد عشان اعرف احسب اكس ام، لان لو عرفت احسب اكس ام هعرف احسب الهدف بتاعي الكبير اللي هو انا اجيب الميو اللي هي البرميابيليتي. فانت مش بس تربط لي الماجنتايزيشن فيكتور بالماجنتيك مومنت بتاع الاتوم، طب ايه الحل؟ اربط لي الماجنتيك مومنت بتاع الاتوم بالابلايد فيلد. هل في علاقه تربط ما بين، هل في علاقه تربط ما بين الماجنتيك فيلد بتاع الاتوم، الماجنتيك فيلد بتاع الاتوم، الماجنتيك مومنت بتاع الاتوم والابلايد فيلد؟ لو في علاقه تربط ما بين الماجنتيك مومنت بتاع الاتوم وبين الابلايد فيلد يبقى كده خلاص خلص الموضوع. لو في حاجه تربط ده بالابلايد فيلد يبقى نقدر نربط ده بالابلايد فيلد. فعلا في، فعلا في، فعلا في علاقه تربط ما بين الماجنتيك مومنت بتاع الاتوم وبين الابلايد فيلد، وبين الابلايد فيلد من بره. طيب العلاقه دي جت من فين؟ العلاقه دي جت كالتالي، اللي هتربط الاثنين دول ببعض، هتربط الماجنتيك مومنت بتاع الاتوم بالابلايد فيلد، جت كالتالي. هو انت ببساطه لما تيجي تبص للاتوم الواحده على انها لوب بيعدي فيها تيار قيمته مثلا اي والمساحه بتاعتها دي اس، اللي هو وجهه النظر البسيطه للاتوم اللي احنا شرحناها، والماجنتيك مومنت بتاعها في نفس الاتجاه بتاع عنصر المساحه، وانت دخلت عليها ابلايد فيلد زي الرسمه اللي احنا رسمناها قبل كده، ده الماجنتيك فلكس دنسيتي بتاعته. قلنا ان هي هتتاثر بتورك. التورك ده هيعمل ايه؟ هيحاول يلفلف اللوب او يلفلف الاتوم بتاعتك بحيث يبقى المتجه الاخضر والمتجه الاصفر هما الاثنين في اتجاه بعض. طالما هيلفلف يبقى هيحرك، يبقى هيحرك اللوب او هيحرك الاتوم بتاعتك. هيحرك يبقى ممكن نستعمل القوانين بتاعت الحركه. ايه القوانين بتاعت الحركه؟ اللي هي قوانين نيوتن للحركه كشكل مبسط او كموديل مبسط للذره. قوانين نيوتن للحركه بتقول ايه؟ بتقول ان معدل تغير كميه الحركه، معدل التغير في كميه الحركه اللي هو عباره عن حاصل ضرب الكتله في العجله بيساوي الفورس اللي بتاثر على الجسم. يعني قانون نيوتن المعروف هكتبه على جنب بس انا مش هستعمله. قانون نيوتن المعروف بيقول الفورس بتساوي الام في الايه، ده قانون نيوتن المعروف. بس الكلام ده لو انت عندك فورس، لو انت عندك فورس وعندك عجله، العجله دي عباره عن عجله خطيه بنسميها العجله الخطيه، اللي هي العجله اللي هي في الاتجاه بتاع حركه الجسيم، الحركه العجله الخطيه. والفورس دي كمان بتبقى قوه خطيه بنسميها لينير فورس اللي بتاثر على الجسيم، والجسيم بتبقى كتلته بتساوي ام، والجسيم بتبقى كتلته بتساوي ام. بس قانون نيوتن الثاني ده الصياغه بتاعته دي في حاله اللينير موشن اللي هي الحركه الخطيه. في صياغات ثانيه للقانون في حاله انواع الحركه الثانيه. هي الحركه انواع؟ ايوه الحركه انواع، في حركه خطيه وفي حركه دورانيه. ففي صياغه للقانون مع الحركه الخطيه ان القوه بتساوي كتله في العجله، في صياغه ثانيه للقانون بس مع الحركه الدورانيه. ايه الصياغه بتاعت القانون بتاعت نيوتن مع الحركه الدورانيه؟ لو انت بتتحرك حركه دورانيه تحت تاثير ازدواج، فبتقول ان قيمه الازدواج اللي هو تي عندي انا في مسالتي هنا في دراستي هنا اللي هو تي اللي هو ماجنتيك تورك، قيمته بتساوي معدل التغير برضه في كميه الحركه، بس مش معدل التغير في كميه الحركه الخطيه اللي هو حاصل ضرب الكتله في العجله، لا، عباره عن معدل التغير في كميه الحركه الزاويه اللي احنا بنرمز لها بالرمز جي. بنرمز لها بالرمز جي، جي في الرمز ده مش كارنت دينستي، مش تيار، لا. فدي صياغه من صياغات قانون نيوتن اللي احنا بنسميها دي الانجولر، بنسميها الانجولر مومنتم، الانجولر مومنتم اللي هي كميه الحركه الزاويه. فالتورك بيساوي الدي جي باي دي تي، ده الصياغه بتاعت قانون نيوتن ان التورك بيساوي الدي جي باي دي تي. طيب مال ده بالام ومال ده بالاتش ابلايد؟ هي المعادله دي لا ظاهر فيها الام، معادله نيوتن اللي انا كاتبها دي لا ظاهر فيها الام ولا ظاهر فيها الاتش ابلايد. يعني الام فين والاتش ابلايد فين؟ طيب هما دول هيظهروا فين في المعادله؟ اول حاجه الماجنتيك تورك مرتبط بالاتش ابلايد. القانون بتاع الماجنتيك تورك كان بيقول مين؟ هو الماجنتيك تورك مرتبط بالاثنين كمان، مرتبط بالماجنتيك مومنت بتاع الاتوم وبتاع كمان، ومرتبط كمان بالاتش ابلايد، عباره عن حاصل ضرب الام في البي، ضرب اتجاهي، فبالتالي مرتبطين ببعض. فالتورك ده ممكن اشيله واحط مكانه حاجه بتحتوي على الام وبتحتوي على الاتش ابلايد. كويس، طب الجي اللي هي كميه الحركه الزاويه دي هل اقدر اتخلص منها واكتبها بدلاله الام او اكتبها بدلاله الاتش؟ هل في حاجه تربطها بالماجنتيك مومنت بتاع الذره او بالابلايد فيلد؟ هي في حاجه تربطها بالماجنتيك مومنت بتاع الذره.
ايه اللي يربطها بالماجنتيك مومنت بتاع الذره؟ مقدار ثابت هو اللي يربطها بالماجنتيك مومنت بتاع الذره، ان دايما الماجنتيك مومنت بتاع الاتوم قيمته بتساوي سالب جاما في الجي، حيث جاما ده مقدار ثابت، جاما ده مقدار ثابت وبنسميه الجيرو ماجنتيك ريشيو. جاما ده في المعادله اللي فاتت، جاما ده مجرد كونستانت مقدار ثابت ونسميه الجيرو ماجنتيك، الجيرو ماجنتيك ريشيو. والجيرو ماجنتيك ريشيو دي بتتحسب من المعادلات بتاعه الكوانتم ميكانكس، ده الكالكوليشن بتاعها، بتتحسب من المعادلات بتاعه الكوانتم ميكانكس وليها قيمه معروفه. احنا ما يعنيناش ان احنا نخش في الكالكوليشن بتاعها ولا القيمه بتاعتها بتساوي كام. المهم اللي بيربط ما بين الماجنتيك مومنت بتاع الاتوم وبين الانجولار مومنتوم بيبقى كميه اسمها جاما اللي هي الجيرو ماجنتيك ريشيو. يبقى اذا انا ممكن اجي في المعادله اللي فاتت دي واعوض عن كل حاجه، وبالتالي اقدر احقق الهدف بتاعي وربطت الماجنتيك مومنت بتاع الاتوم الواحده بالابلايد فيلد في معادله واحده، وبالتالي اقدر كمان اوسع المعادله دي واقدر احط فيها الماجنتيزيشن فيكتور اللي احنا عرفناه بدلاله الماجنتيك مومنت بتاع الاتوم الواحده. فانا هاجي في المعادله اللي فاتت دي وابدا اعوض عن كل حاجه. انهي معادله؟ المعادله بتاعت نيوتن. هبدا اعوض عن التورك بما يساويه وابدا اعوض عن الدي جي باي دي تي. طبعا من المعادله دي اقدر افاضلها واطلع الدي جي باي دي تي قيمته بتساوي كام؟ فهنشتق نفضل المعادله اللي فاتت دي بالنسبه للزمن، فيبقى التفاضل بتاع الماجنتيك مومنت بتاع الاتوم الواحده بالنسبه للزمن قيمته بتساوي سالب جاما في التفاضل بتاع الانجولار مومنتم بالنسبه للزمن. وبالتالي تقدر تقول التفاضل بتاع الانجولار مومنتم بالنسبه للزمن اللي هو بيظهر في المعادله بتاعه نيوتن قيمته بتساوي سالب واحد على جاما مضروب في التفاضل بتاع الماجنتيك مومنت بالنسبه للزمن. دي اول حاجه. فده هتشيله من المعادله بتاعت نيوتن وتحط مكانه ما يساوي. ثاني حاجه التورك زي ما شفنا اللي بيأثر على الاتوم قيمته بتساوي الماجنتيك مومنت بتاع الاتوم نفسها مضروب ضرب اتجاهي في البي. بس خلي بالك البي اللي موجوده هنا هي البي الناتجه من الاتش ابلايد، هي البي الناتجه من الاتش ابلايد من الابلايد ماجنتيك فيلد. يعني الكلام ده بيساوي الماجنتيك مومنت بتاع الاتوم الواحده، ممكن اطلع بره الميونوت واقول كروس الاتش اللي جايه من الابلايد فيلد اللي هي الاتش ابلايد. لما اعوض في المعادله بتاعتي عن كل حاجه مما يساويها، يعني هشيل الماجنتيك تورك، هشيل الماجنتيك تورك وهشيل التفاضل او المعدل الزمني لتغير الانجولار مومنتم من المعادله بتاعت نيوتن، فيبقى كالتالي، فيبقى عندي الميو نوت مضروبه في الماجنتيك مومنت بتاع الاتوم الواحده مضروب ضرب اتجاهي في الابلايد اكسترنال فيلد. الكلام ده بيساوي الطرف اليمين، الطرف اليمين اللي هو كان المعدل الزمني لتغير الانجولار مومنتم لو قيمته بتساوي سالب واحد على جاما، الكلام ده مضروب في التفاضل بتاع الماجنتيك مومنت بتاع الاتوم الواحده بالنسبه للزمن. ودي المعادله اللي ربطت ما بين الماجنتيك مومنت بتاع الاتوم الواحده وبين الابلايد اكسترنال فيلد. طبعا احنا ممكن نضرب الكلام ده في سالب وممكن نضرب السالب جاما في الناحيه اللي هناك، فيبقى الكلام ده قيمته بتساوي، او الكلام ده ممكن نختصره كالتالي، التفاضل بتاع الماجنتيك مومنت بتاع الاتوم الواحده بالنسبه للزمن بيساوي سالب الميو نوت مضروبه في الجاما مضروبه في حاصل ضرب دول ضرب اتجاهي اللي هو الام اي كروس الاتش ابلايد. دي معادله كويسه جدا تربط ما بين الماجنتيك مومنت بتاع الاتوم الواحده وبين الابلايد اكسترنال فيلد. ايه المطلوب؟ انا مش عاوز بقى تبقى المعادله ما بين الابلايد فيلد وبين الماجنتيك مومنت بتاع الاتوم الواحده بس، امال عاوز ايه؟ عاوز احط كمان الماجنتيزيشن فيكتور. فين الديفينيشن بتاع الماجنتيزيشن فيكتور بدلاله الماجنتيك مومنت بتاع الاتوم الواحده؟ فين الديفينيشن؟ لو الديفينيشن اللي كان فيه الليميت اللي هو الديفينيشن ده، اللي هو الديفينيشن اللي عندنا هنا اللي هو فيه الليميت اللي بيربط ما بين الماجنتيزيشن فيكتور وبين الماجنتيك مومنت بتاع الاتوم الواحده. هنحط الديفينيشن في المعادله اللي احنا كاتبينها من تحت. ازاي؟ هناخد السميشن بتاع المعادله دي، هناخد ببساطه السميشن بتاع الطرفين، السميشن بتاع الطرفين على عدد من الذرات قيمته بتساوي ان في دلتا في، وبعدين نقسم على دلتا في وناخد الليميت لما دلتا في تقول للصفر. لما تعمل كده العمليات دي كلها عمليات لينير، يعني السميشن عمليه لينير، ولما تقسم الطرفين هيتقسموا زي بعض عادي، ولما تاخد الليميت الليميت عمليه لينير، فتجد ان كل حاجه هتمشي بشكل مستقيم تماما معاك لحد ما في النهايه تقدر تكتب نفس المعادله، بس بدل ما تحط فيها الماجنتيك فيلد بتاع الاتوم الواحده الماجنتيك مومنت بتاع الاتوم الواحده تقدر تحط فيها الماجنتيزيشن فيكتور. فتقدر تكتب ان التفاضل، تقدر في النهايه تكتب ان التفاضل بتاع الماجنتيزيشن فيكتور بالنسبه للزمن قيمته بتساوي سالب الميو نوت مضروبه في الجاما مضروبه في الماجنتيزيشن فيكتور كروس الاتش ابلايد اللي هو الابلايد اكسترنال ماجنتيك فيلد. وتبقى دي المعادله اللي ربطت ما بين الماجنتيزيشن فيكتور وبين الابلايد اكسترنال فيلد. طبعا جاما غير جاما اللي احنا كنا بناخدها زمان بتاعه البروباجيشن كونستانت بتاعه الويف،
جمع هنا قلنا عباره عن حاجه اسمها الجيرو ماجنتيك ريشيو، وده كونستانت، كونستانت ليه كميه ثابته اسمه الجيرو ماجنتيك ريشيو. دي المعادله تربط ما بين الماجنتايزيشن فيكتور وبين الابلايد فيلد. طيب واضح ان المعادله دي مش بالشكل اللي كنا بنتمناه. ايه الشكل اللي كنا بنتمناه؟ كنا بنتمنى شكل بالمنظر ده، ان الام تكون مثلا بتساوي كونستانت مضروب في الاتش ابلايد. ده الشكل احنا بنتمناه. ليه؟ عاوزين نحسب قيمه الكونستانت ده، فلو الاكس ام قيمته بتساوي كام عشان نعرف الميو اللي هي الماجنتيك برميابيليتي قيمتها بتساوي كام. طيب ايه الحل؟ الحل ان احنا لو درسنا الاوبريشن بتاع الفرايت تحت كونديشنز معينه نقدر نستنتج علاقه زي العلاقه اللي احنا عاوزينها دي بالظبط. يعني مش هنحاول نجيب علاقه جنرال يعني عامه جدا لقيمه الاكس ام اللي هي السسبتبيليتي بتاعت الفرايت تحت اي ظروف، لا مش هنستنتجها كده. امال هنعمل ايه؟ هنفرض كونديشنز معينه بيتعرض ليها الفرايت، والكونديشنز دي تحت تاثيرها نقدر نطلع العلاقه اللي بتربط ما بين الماجنتيزيشن فيكتور وبين الاتش الابلايد اللي هو الابلايد اكسترنال فيلد قيمته بتساوي كام؟ اللي هو الابلايد اكسترنال فيلد اللي احنا بنحطه من السورس الخارجي. طيب يبقى الجزء الماضي احنا كنا بنتكلم على الاوبريشن بتاع الفرايت او السيري الاساسيه بتاعت الفرايت، الماجنتيك مومنت بتاع كل اتوم والتوتال ماجنتيك مومنت، ولما تيجي تدخل ابلايد اكسترنال فيلد من بره بيحصل الاينمنت للاتومز كلها، وبالتالي بتحصل في النهايه على ان يكون في توتال ماجنتيك مومنت، وتقدر تحسب منه ماجنتيزيشن فيكتور يعبر عن الريسبونس او الاستجابه بتاعت الماتيريال في ظروف زي كده. طيب قبل ما نكمل الاستنتاج بتاعنا ونحط الكونديشنز اللي احنا هنحطها على الفرايت اللي احنا تحت تاثيرها هنبدا نحسب قيمه الماجنتيك سسبتبيليتي بتاعت الفرايت قيمتها بتساوي كام. قبل ما نعمل كده عايزين نعرف الماجنتيك سسبتبيليتي اللي احنا متوقعين شكلها يبقى عباره عن ايه. يعني مثلا هل هي سكيلر، مجرد سكيلر، هل هي مثلا كومبلكس، هل هي ريال؟ لازم يبقى عندنا تصور عن الحاجه اللي احنا متوقعينها تطلع قيمتها بتساوي كام. فده اول شيء لازم نعمله. ليه لازم نعمل كده؟ لان واضح في المعادله اللي قدامنا دي انها معادله اتجاهيه. المعادله اللي احنا كاتبينها اللي بتربط ما بين الماجنتايزيشن والابلايد فيلد معادله اتجاهيه، واضح ان التفاضل بتاع الماجنتايزيشن اللي هو المفروض يكون في نفس اتجاه الماجنتايزيشن بينتج من حاصل الضرب الاتجاهي للماجنتايزيشن والابلايد فيلد، بينتج من حاصل ضرب الاتجاه الماجنتايزيشن والابلايد فيلد. يعني المعادله دي بتقول لنا باختصار، المعادله اللي قدامنا، ان مش هيبقى الماجنتايزيشن في اتجاه الابلايد فيلد ابدا. مش هيبقى الماجنتيزيشن في اتجاه الابلايد فيلد ابدا. ازاي؟ لان لو كان الماجنتيزيشن في نفس اتجاه الابلايد فيلد هيبقى حاصل الضرب بتاعهم بيساوي صفر، ولو حصل الضرب بتاعهم بيساوي صفر يبقى الطرف الشمال بيساوي صفر، وبالتالي المعادله هيبقى الحل بتاعها تريفيال. فلو كانوا هما الاثنين في نفس الاتجاه الماجنتيزيشن والابلايد فيلد هيبقى حاصل الضرب الاتجاهي بتاعهم بيساوي زيرو، وبالتالي هيبقى التفاضل بتاع الماجنتيزيشن بالنسبه للزمن بيساوي صفر. والكلام ده معناه ان الحل بتاعنا هيبقى كان المعادله بتقول دي ام على دي تي او دي ام باي دي تي بيساوي صفر دايما، لو انت فارض ان الماجنتيزيشن فيكتور دايما في اتجاه الابلايد فيلد. ودي حاجه تريفيال، لان معناها ان مهما دخلت اي ابلايد فيلد هيبقى دايما دي ام باي دي تي بيساوي زيرو، ملهاش دعوه بالابلايد فيلد. كانك بتقول الماجنتيزيشن ما بيعتمدش على الابلايد فيلد اصلا. يبقى المعادله اللي قدامنا اللي في برواز دي عشان يكون الماجنتيزيشن يعتمد على الابلايد فيلد فعلا لازم الطرف اليمين ما يساويش صفر. طب ازاي الطرف اليمين ما يساويش صفر والام والاتش ابلايد متجهين مختلفين بانهم ما يكونوش على خط واحد، ما يكونوش في نفس الاتجاه؟ لو كانوا على خط واحد وفي نفس الاتجاه هيبقى حاصل ضربهم الاتجاهي بيساوي زيرو. والكلام ده معناه ان المعادله هيبقى شكلها كالتالي، دي ام باي دي تي بيساوي زيرو. يعني معادله الماجنتيزيشن ما يظهرش فيها الابلايد فيلد اصلا. وده ما ينفعش ما يظهرش فيها الابلايد فيلد، لان المفروض الماجنتيزيشن يعتمد على الابلايد فيلد، فدي حاجه تريفيال استحاله تحصل. فمعنى كده ان الام والاتش المفروض ما يكونوش في اتجاه بعض عشان تبقى المعادله منطقيه، المفروض الماجنتيزيشن والابلايد فيلد ما يكونوش هما الاثنين في اتجاه بعض. طيب ازاي ما يكونوش في اتجاه بعض وانت عايز تحط العلاقه ما بينهم بالشكل ده؟ يعني عايز تخلي اللي يربط ما بينهم هما الاثنين مجرد كونستانت، مجرد مقدار ثابت. عايز تخلي العلاقه بينهم كده وتطلع بارامتر يربطهم هما الاثنين ببعضيهم، فالمعادله اللي ناحيه اليمين بتقول هيبقوا في نفس الاتجاه، والمعادله ناحيه الشمال بتقول ما ينفعش يكونوا في نفس الاتجاه. طب ايه الحل؟ الحل ان المعادله اللي ناحيه اليمين هي كمان تقول ما ينفعش يكونوا في نفس الاتجاه، او تطلع ناتج مش في نفس اتجاه الاتش ابلايد. الكلام ده يتوقف على قيمه الاكس ام. ازاي؟ ان الاكس ام ده اللي هو انت عايز تحسبه اللي هو الماجنتيك سسبتبيليتي مش هيبقى مجرد سكيلر، هيبقى الحاجه اللي اسمها التنسور اللي احنا بنتكلم عليه. دلوقتي احنا عارفين في الفيكتور الجبرا، يعني في الجبر بتاع المتجهات، لو عندك متجه زي الاتش
الاتش مثلا ليه ثلاث مركبات، مثلا مركبه في اتجاه الاكس، مركبه مثلا في اتجاه الواي، مركبه مثلا في اتجاه الزد. دول لو جمعناهم كلهم على بعض هنحصل على الاتش. لو ضربت الثلاثه دول كلهم مع بعضهم مجموعين على بعض هيطلعوا لك قيمه الاتش ابلايد. لو ضربتهم كده هم الثلاثه على بعضهم في سكيلر مثلا وليكن الفا، الضرب في سكيلر بيعمل ايه؟ هتضرب اتش اكس في السكيلر والاتش واي في السكيلر والاتش زد في السكيلر. لو قلت الكلام ده بيطلع لك الماجنتيزيشن فيكتور اللي هو الام، فالماجنتيزيشن فيكتور نفسه ممكن يتفك لثلاثه كومبوننت، كومبوننت في اتجاه اكس وكومبوننت في اتجاه واي وكومبوننت في اتجاه زي. الكلام ده معناه ان الكومبوننت اللي في اتجاه اكس لما تيجي تساوي الاطراف اللي في نفس الاتجاه ببعضها، الكومبوننت اللي في اتجاه اكس هتبقى عباره عن الفا في الاتش اكس، والكومبوننت اللي في اتجاه واي الفا في اتش واي، والكومبوننت اللي في اتجاه زي عباره عن الفا في الاتش زي. الكلام ده معناه ايه؟ معناه الماجنتيزيشن فيكتور وهو الام هيبقى في نفس الدايركشن بتاع الاتش بالظبط، ولكن كل اللي هيحصل بس ان الطول بتاعه هيفرق عن الطول بتاع الاتش، يعني هيبقى في نفس الخط بتاع الاتش. في نفس الخط بتاع الاتش بيشاور في نفس الاتجاه او في الاتجاه المعاكس، والطول بتاعه يا اما يزيد يا اما ينقص عن الطول بتاع الاتش. طيب عشان اقول ان الاتش هيضرب في حاجه والحاجه دي هتطلع ام في دايركشن جديد، نعبر عن الكلام ده ازاي؟ هنعبر عن الكلام ده كده، هنكتب الكومبوننت بتاعت الام في الشكل بتاع فيكتور كولم، ونكتب الكومبوننت بتاعت الاتش هو كمان في الشكل بتاع فيكتور كولم او كولم فيكتور يعني. والحاجه اللي هتضرب في الاتش عشان تطلع الام المره دي هتبقى عباره عن مصفوفه، والمصفوفه دي هتبقى هي المصفوفه بتاعت الاكس اللي احنا بندور عليها، المصفوفه اللي احنا هنسميها الاكس ام. هتبقى المصفوفه دي فيها مركبه هنا وفيها مركبه هنا وفيها مركبه هنا، فيها مركبه هنا ومركبه هنا ومركبه هنا ومركبه هنا ومركبه هنا ومركبه هنا، هتبقى المصفوفه 3 في 3. اشمعنى المصفوفه 3 في 3؟ علشان تقدر تطلع من الفيكتور اللي هو عباره عن 3 في 1 تقدر تطلع فيكتور ثاني 3 في 1، فتضرب الفيكتور بتاعك في مصفوفه 3 في 3 عشان تقدر تطلع فيكتور 3 في 1. طيب ضرب المصفوفات بيقول ايه؟ بيقول انك انت عشان تطلع الكومبوننت بتاعت الام اكس هتطلعها ازاي؟ هتضرب الحاجات الاتيه في بعضها، تضرب الصف الاول كله على بعضيه تضربه في العمود بتاع الماجنتيك فيلد، يعني تضرب دي في دي وبعديها تضرب دي في دي وبعديها تضرب دي في دي وتاخد المجموع بتاعه. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان المركبه بتاعت الماجنتيزيشن اللي في اتجاه الاكس اصبحت بتنتج من مشاركه مركبات الماجنتيك فيلد اللي في الثلاث اتجاهات في الاتش اكس والاتش واي والاتش زد، كلهم بيدخلوا في تحديد قيمه ام اكس. نفس الكلام يتقال على الام واي، نفس الكلام يتقال على الام زد. كل مركبه من مركبات الماجنتيزيشن بتيجي من مركبات الماجنتيك فيلد الثلاثه، بتيجي من مركبات الماجنتيك فيلد الثلاثه، غير اللي كان بيحصل قبل كده لما كنت بتضرب قبل كده في سكيلر. لما كنت بتضرب قبل كده في سكيلر، السكيلر كان بيعمل ايه؟ كل اللي كان بيعمله انه كان بيعمل عمليه ستريتشنج او عمليه سكيلنج، بيعمل سكيلنج لمركبات الاتش بنفس المقدار، بيعمل سكيلنج لمركبات الاتش بنفس المقدار عشان يطلع مركبات الام، فبيطلع الام في نفس الاتجاه. انت لو مسكت كل مركبه من مركبات الاتش ورحت ضاعفتها ضربتها في اثنين، او ضربت كل مركبه في ثلاثه، لو ضربت كل مركبه في نفس الرقم فاكيد الفيكتور اللي هيطلع هيبقى في نفس الاتجاه او على نفس الخط. لكن بالشكل اللي احنا كاتبينه من تحت اللي هو الشكل بتاع ضرب المصفوفه في المتجه بتاع اتش، انت المتجه بتاع ام كل مركبه منه ما نتجتش من عمليه سكيلنج بنفس المقدار لكل مركبه من مركبات الاتش، لا، كل مركبه من مركبات الاتش شاركت في تكوين مركبات الام وشاركت كمان بمقادير مختلفه، لان المقادير دي مش شرط تكون متساويه على بعضها، وبالتالي هيطلع الفيكتور اللي هو الام في الاخر مش ضروري يكون في الاتجاه بتاع الاتش، هيطلع الاتجاه بتاعه مختلف عن اتجاه الاتش. وبالتالي احنا كده عملنا الهدف بتاعنا ان احنا توقعنا شكل الماجنتيك سسبتبيليتي بيكون ايه او بيكون ازاي، لان المعادله الناحيه الشمال بتقول استحاله الام والاتش يكونوا في اتجاه بعض، والا بقى الموضوع كله تافه والام ما اعتمدش على الاتش اصلا. طب يبقى الكلام ده معناه ان المعادله بتاعت ناحيه اليمين اللي فيها بتظهر الماجنتيك سسبتبيليتي لازم يحصل فيها ايه؟ لازم تكون الماجنتيك سسبتبيليتي عباره عن تنسور او عباره عن مصفوفه، والتنسور ده هيبقى عباره عن تنسور 3 في 3 عشان لما تضرب مركبات الماجنتيك فيلد في التنسور ده يطلع لك مركبات الماجنتيزيشن في اتجاه مختلف عن اتجاه الماجنتيك فيلد. اللي هنتكلم عليه دلوقتي الكونديشنز، هنبدا دلوقتي نحط الكونديشنز اللي احنا تحتيها او تحت وجودها هنبدا نستنتج التنسور ماجنتيك سسبتبيليتي بتاعت الفرايت شكلها ازاي. هنبدا نحط الكونديشنز دي ونبدا نستنتج الماجنتيك سسبتبيليتي بتاعتنا قيمتها بتساوي كام او التنسور بتاعها شكله ازاي.
فلما نيجي نتكلم على الكونديشنز اللي احنا هنستنتج على اساسها العلاقه ما بين الماجنتايزيشن فيكتور والابلايد اكسترنال ماجنتيك فيلد اللي هي الماجنتيك سسبتبيليتي، عايزين نشوف الكونديشنز دي تتكتب بدلاله ايه. طب يا ترى الكونديشنز يتعبر عنها ازاي او تتكتب بدلاله ايه؟ الكونديشنز يتعبر عنها على حسب الابلايد فيلد، يعني هو ايه الكونديشن اللي ممكن يتغير بالنسبه للماتيريال. الماتيريال هي الماتيريال والفرايت هو الفرايت وخصائصه هي خصائصه اللي احنا عايزين نستنتجها. ايه اللي ممكن يتغير؟ الابلايد اكسترنال فيلد نفسه شكله يتغير، طريقته تتغير، ده اللي ممكن يتغير، وبناء عليها تتحدد العلاقه ما بين الماجنتايزيشن وبين الابلايد فيلد. فالابلايد ماجنتيك فيلد ممكن ياخد اشكال مختلفه. كمثال لو انت بتبص مثلا لتغير الابلايد فيلد مع التايم مع الزمن، ممكن يكون ستيشنري او ستاتيك فيلد مش بيتغير مع الزمن، ممكن يكون دايناميك فيلد بيتغير مع الزمن. لو انت باصص له على انه مثلا ويف، ممكن تكون ويف واخده بولاريزيشن معين، ممكن تكون ويف ليها شكل معين، ليها شكل معين في الويف فرونت بتاعها، ليها بولاريزيشن معين وهكذا. فانت ممكن تقسم الماجنتيك فيلدز اللي ممكن تعمل بيها اكسايتيشن الفيرايت لانواع، الانواع على حسب اي حاجه، على حسب التايم فاريشن، على حسب هو ويف خصائصها ازاي، وبناء على كل نوع تشوف سلوك الفرايت هيبقى عامل ازاي، هتشوف البيهيفير بتاع الفرايت عند كل حاله وعند كل كونديشن هيبقى عامل ازاي. احنا هنتكلم على حاجه اسمها البايزد فرايت، وده اللي بيكون ليه ابلكيشنز في العملي، وبيبقى سؤالك في الامتحان كده، يعني في الامتحان بيقول لك استنتج البيهيفير بتاع البايزد فرايت. البايزد فرايت عند الميكرويف فريكونسيز. فاحنا بنتكلم على كونديشن اسمه ايه؟ اسمه البايزد فرايت. ايه معنى كلمه البايزد فرايت؟ البايزد فرايت يعني الفرايت هيدخل عليه مش بس الفيلد اللي هو الفريكونسي بتاعه بيساوي فريكونسي موجود في الميكرويف رينج اوف فريكونسيز، لا ده هو كمان داخل عليه دي سي، كمان داخل عليه دي سي فيلد او دي سي ماجنتيك فيلد. فهيبقى عندي الفوليوم بتاعي اللي انا بدرس الخصائص بتاعت الفرايت فيه، اللي هو الفوليوم اللي قيمته في او اللي احنا رمزنا له بالرمز فيه، والسيرفيس بتاعه المحيط بيه اللي هو السيرفيس اس. هنفرض ان احنا هنطبق على الفرايت فيلد، والفيلد ده هيبقى ليه كومبوننت، والكومبوننت دي هنسميها اتش نوت. اتش نوت دي هنسميها البايزنج فيلد، يعني تبقى الاتش نوت دي عباره عن فيلد كونستانت مع التايم ستيشنري، والدايركشن بتاعه ثابت، مع عشان ستيشنري يبقى الدايركشن ثابت والماجنتيود بتاعه ثابت، واسمه اتش نوت. اسمه اتش نوت وفي دايركشن معين، هنصطلح على ان هو عباره عن الدايركشن بتاع الاي زد، هنصطلح ان هو عباره عن الدايركشن بتاع الاي زد. طب هل الكلام بتاعنا مرتبط بان يكون الدايركشن كده بالظبط؟ مش لازم، بس احنا عشان خاطر نسهل الكمبيوتيشنز، ممكن يكون البايزنج في اي دايركشن عادي، ممكن تظبط التنسور ماجنتيك سسبتبيليتي على حسب الدايركشن بتاع البايزنج. لكن هنفرض ان الفيلد بالشكل ده بايزد، يعني في بايزنج فيلد في دايركشن معين، وفي نفس الوقت داخل الفيلد اللي الفريكونسي بتاعه في المايكرويف رينج اوف فريكونسيز. طب الفيلد اللي الفريكونسي بتاعه في المايكرويف فيلد اوف مايكرويف رينج اوف فريكونسيز ده شكله ازاي؟ ساينوسويدال. والساينوسويدال فيلد اللي احنا لما نيجي نتعامل معاه بنتعامل معاه باستخدام الفيزر نوتيشن، باستخدام الفيزر نوتيشن. ولذلك المعادله اللي فوق انا هابلاي عليها الفيزر نوتيشن، المعادله اللي فوق نفسها، زي ما عملت مع ماكسول اكويشنز. يعني ماكسول اكويشنز كان الطبيعي ان هي تمت صياغتها في الفورميولا او في الفورم بتاعت التايم دومين، اللي هي الفورم بتاعت الديبندنسي على التايم. ده كانت الصياغه العاديه بتاعت ماكسول اكويشنز، الصياغه الاساسيه بتاعت ماكسول اكويشنز. لكن نظرا لان الساينوسويدال فيلد فاريشن او الساينوسويدال اكسايتيشن هو اللي غالب حصوله في العملي، وان الاكسايتيشنز اللي من الانواع الثانيه ممكن توصف باستخدام الساينوسويدال فيلد عن طريق فوريه ترانسفورم في التايم دومين او فوريه ترانسفورم على التايم فاريشن نفسه يعني. فبنفضل ان احنا نكتب المعادلات في الفيزو فورم علشان نطلع الفريكونسي بره الفاريشن في المعادلات، نقدر نتخلص من التايم فاريشن ونخلي كل الكوانتيتيز اللي موجوده في المعادلات بتاعتنا كلها في الفيزور فورم. فانا المعادله اللي فوق اكتبها في الفيزور فورم نفسها عادي. طب في الكتابه بتاعتها في الفيزور فورم هتبقى ازاي؟ التفاضل بالنسبه للزمن هيبقى عباره عن جي اوميجا، والكميات كلها الموجوده في المعادله هتبقى فيزورز، هتبقى كومبلكس. يعني الام اللي فوق هتبقى فيزور، والام دي هتبقى فيزور، والاتش نفسها هتبقى فيزور، كل دول هيبقوا فيزور في الفيزور فورم يعني. والتفاضل بالنسبه للزمن هيبقى كانك ضربت في جي اوميجا، مش اكتر من كده، كانك ضربت في جي اوميجا. طيب البايس دي فرايت، نرجع لمضمون كلامنا. البايس دي فرايت بيكون الفرايت فيه اتش نوت، فيلد اتش نوت، والفيلد اسمه اتش نوت، ده بيبقى عباره عن ستاتيك ماجنتيك فيلد، ستاتيك ماجنتيك فيلد، وهنفرض ان هو في الدايركشن بتاع الاي زد. تمام، ده اول حاجه. في الفيلد لازم يكون موجود بالاضافه للفيلد اللي بيكون الفريكونسي بتاعه في الميكرويف رينج، اللي هنفترض ان الشكل بتاعه ان هو عباره عن فيزور فيلد، عباره عن فيزور فيلد. يعني الفيزور بتاعه مثلا هنسميه اتش 1
الفيزر بتاعه مثلا هنسميه اتش 1 في اي اس جي اوميجا تي، بحيث يبقى الفيلد بتاعنا ده عباره عن الريال بارت بتاع اتش 1 في الاي اس جي اوميجا تي. لو ضربت اتش 1 ده اللي هو الفيزر بتاع الفيلد الفريكونسي بتاعه في ميكرويف رينج، لو ضربته في اس جي اوميجا تي يطلع لك واخدت الريال بارت يطلع لك الفيزر، يطلع لك الفيلد نفسه في التايم دومين. وبالتالي انا ممكن اكتب الفيلد بتاعي بالشكل كده اللي هو الماجنتيك فيلد. ممكن اكتب الماجنتيك فيلد بالشكل التالي، اقدر اكتب ان الماجنتيك فيلد بتاعي اللي هو الاتش ابلايد في المعادله بتاعتي اللي من فوق ممكن يبقى بالشكل ده، عباره عن الريال بارت بتاع الفيزر اللي هو اتش 1 في اس جي اوميجا تي مجموع عليه الكومبوننت اللي في الدايركشن بتاع الزد اللي هو اتش نوت في اتجاه الزد اللي هي البايسنج كومبوننت. كان الاتش نوت دي كانت تابعه الفيزر وطلعت بره، او كانها مضروبه في فريكوانسي تاني، فريكوانسي ده عباره عن صفر لانها عباره عن دي سي كومبوننت. طيب هتكتب الاتش ابلايد بالشكل ده. طب الماجنتايزيشن فيكتور هتكتبه ازاي؟ ممكن اكتب الماجنتايزيشن فيكتور اللي هو بس كفانكشن في التايم دومين، الماجنتايزيشن فيكتور كفانكشن في التايم دومين مش كفيزر، برضو زي الاتش ابلايد عباره عن الريال بارت بتاع نفس الطريقه، برضو عباره عن كومبوننت، والكومبوننت دي الفريكوانسي بتاعها هيبقى برضو في المايكرويف رينج اوف فريكوانسيز، وكومبوننت ثانيه برضو هتبقى ستاتيك او ستيشنري في اتجاه الايزيت. طب انا ليه كتبت الماجنتايزيشن فيكتور الناتج من الابلايد فيلد ده، ليه كتبته بالشكل ده؟ هو الماجنتايزيشن فيكتور طبيعي طالما الاتش ابلايد الفريكوانسي بتاعه في المايكرويف رينج اوف فريكوانسيز المفروض الماجنتايزيشن يبقى ليه نفس الفريكوانسي. يعني كان لو كان الابلايد ماجنتيك فيلد ساينوسويدال بفريكوانسي معين المفروض يكون الماجنتايزيشن هو الثاني ساينوسويدال بنفس الفريكوانسي. ليه؟ الفريكوانسي بتاع الفاريشن بتاع الفيلد دي حاجه تعتمد على السورس بتاع الفيلد، فمش هيحصل ان الفريكوانسي بتاع السورس بتاع الفيلد يتغير جوه البروبلم بتاعتي. ولذلك من المنطقي ان انا افرض ان الماجنتايزيشن كفاريشن مع التايم هيبقى ليه نفس الفريكوانسي. طب ليه فرضت ان هتبقى ليه هو كمان ستيشنري كومبوننت، والستيشنري كومبوننت هتبقى في اتجاه الزد؟ الفرض ده مش لازم يحصل، هو ممكن يكون في ستيشنري كومبوننت فعلا للماجنتايزيشن بس مش شرط تكون في اتجاه الزد. هو ده صحيح، بس احنا بنتعامل مع الفيرايت تحت فرض او تحت كونديشن ان البايسنج بتاع الفيرايت اللي هو البايس فيلد عالي جدا، البايس فيلد بتاع الفيرايت عالي جدا، بحيث لما يكون البايسنج فيلد في اتجاه الايزيت فبسبب ان البايسنج فيلد اللي في اتجاه الايزيت قيمته كبيره جدا هيعمل ستيشنري كومبوننت اكيد في اتجاه الايزيت، هيعمل ستيشنري كومبوننت في اتجاه الايزيت. يبقى اذا انا فرضت الماجنتايزيشن فيكتور شكله كده، بل مش كده وبس كمان، ده القيمه العاليه بتاعه الكومبوننت بتاعه الماجنتيك فيلد بتعمل كميه محدده من الاستيشنري ماجنتايزيشن في اتجاه الايزيت في نفس اتجاه البايسنج فيلد. يعني الكميه بتاعه الام نوت بتبقى كميه كونستانت معروفه او معلومه او قيمتها محدده بالنسبه للفيرايت، يعني ما هياش حاجه مجهوله، ودي بيسموها الساتوريشن بتاع الماجنتايزيشن. يعني الفيرايت انت فضلت تطبق عليه البايسنج فيلد اللي هو قيمته ثابته ده، لو قيمته ثابته وقيمته كبيره جدا فضلت تدخل عليه قيمه فيلد في اتجاه الزد والقيمه بتاعته ثابته مع الزمن، والقيمه دي قعدت تزودها خالص 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 لغايه ما جبت اقصى ماجنتايزيشن للفيرايت في اتجاه الزد. اقصى ماجنتايزيشن للفيرايت في اتجاه الزد في نفس اتجاه الفيلد ده بيسموه الساتوريشن ماجنتايزيشن، الماجنتايزيشن بتاع الساتوريشن بتاع الماده، وده بيبقى ليه قيمه ثابته، يعني مهما زودت البايسنج فيلد في اتجاه الزد تاني مش هيزيد عن الساتوريشن ده. فاحنا بنفرض كده، بنفرض ان البايسنج فيلد خلى الكومبوننت بتاعت الماجنتايزيشن اللي هي ستيشنري استاتيك يعني ودايما بتشاور في اتجاه الزد خلاها وصلت لمرحله الساتوريشن، يعني طلعت قيمه ثابته اللي احنا مسمينها ام نوت، وده معناه ان الاتش لازم تكون اكبر من قيمه ثابته معينه هي اللي بتوصلنا لمرحله الساتوريشن دي. فالاتش نوت والام نوت انا ممكن ابص لهم على انهم ثوابت، الاتش نوت ثابت انا اللي مدخله، انا اللي عامل له ابلاينج على الفيرايت ومخلي قيمته كبيره بشكل يدخل الفيرايت في حاله الساتوريشن. ام نوت اللي هو الساتوريشن فيلد بتاع الفيرايت ده قيمه ثابته معروفه للفيرايت ممكن تتجاب من الداتا بتاعت الفيرايت نفسه. لكن اللي مش معروف وعاوز يتجاب اللي هو اتش 1 وام 1 اللي هو ام 1 ام 1 واللي يربطها طبعا باتش 1، او يعني نقدر نستنتج منهم ازاي الماجنتيك سسبتبيليتي تنسور بتاع الفيرايت. طبعا من كلامنا ده نقدر نقول ان الدي سي كومبوننت اللي هي في اتجاه الزد سواء للابلايد فيلد او سواء للماجنتايزيشن قيمتها كبيره جدا لانها دخلت الفيرايت في حاله الساتوريشن، فالقيمه بتاعتها كبيره جدا. وبالتالي القيمه بتاعت الاي سي كومبوننت اللي هي الكومبوننت اللي بتتغير مع التايم اللي هي الاتش 1 في اس جي اوميجا تي او الام 1 في اس جي اوميجا تي بتبقى صغيره بالنسبه للدي سي كومبوننت. يعني الدي سي كومبوننت اللي هي موجوده ناحيه اليمين هنا القيمه بتاعتها اكبر بكتير من قيمه الاي سي كومبوننت الموجوده ناحيه الشمال هنا، سواء في الماجنتيك فيلد او في الماجنتايزيشن فيكتور او في الماجنتايزيشن فيكتور. طيب دلوقتي نقدر نطبق الكلام ده في المعادله اللي فوق اللي هي المعادله اللي في برواز الابيض، للمعادله اللي انا حاطط جنبيها نقطه دلوقتي اللي هي المعادله دي.
اطبق الكلام ده ازاي؟ كل اللي اعمله ان انا هعوض. لما اجي اعوض طبعا هشيل التفاضل بالنسبه للزمن، هشيل الماجنتايزيشن اللي جنبه واحط ما يساويه، هيبقى عباره عن ايه؟ الريال بارت بتاع الكلام ده، ده اللي بيساوي الريال بارت بتاع الكلام ده. كويس. الناحيه الثانيه هشيل الماجنتايزيشن واحط الريال بارت، وهنا برضه هحط الريال بارت. طبعا انت لو بصيت في الـ في الـ في الـ في الكومبلكس بروبريتيز، في البروبريتيز بتاعت الكومبلكس فاريبلز، تقدر تقول ان المعادله دي لو عملنا لها ابلكيشن باستخدام الكومبلكس بارت نفسه واخدنا الريال بارت في الاخر واحنا بنحسب الفيلد نفسه، هيحصل نفس الناتج، يعني هيحصل نفس الناتج بالظبط بدون اي اختلاف. فانا هشتغل بالفيزور عادي اللي هو جوه الريال بارت، وبعد كده لو عايز ارجع تاني اجيب الماجنتايزيشن اقدر اجيب الماجنتايزيشن بالتحويله العاديه بتاعت انك تحول من الفيزور دومين للتايم دومين. فنقدر نكتب في المعادله بتاعتنا ان التفاضل بالنسبه للزمن للماجنتايزيشن اللي هو عباره عن ام 1 في اس جي اوميجا تي زائد ام نوت في اتجاه الازيت بيساوي الناحيه الثانيه سالب الميو نوت في الجيرو ماجنتيك ريشيو في حاصل ضرب الاثنين فيكتورز دول الام 1 في الاي اس جي اوميجا تي زائد ام نوت في اتجاه الازيت طبعا كروس الفيلد الثاني اللي هو الاتش ابلايد اللي هو اتش 1 في اس جي اوميجا تي زائد اتش نوت في اتجاه الازيت. طيب هنمسك المعادله دي نبدا نختصرها وناخد الحاجات اللي في نفس الدايركشن مع بعضيها. فلما نيجي نبص للطرف الشمال نقدر نختصره ازاي؟ هيبقى عندنا فيه التفاضل بالنسبه للزمن للحاجتين المجموعين على بعض دول، اللي منهم ده عباره عن دي سي كومبوننت فالتفاضل بتاعها بالنسبه للزمن بيساوي صفر. طب والتفاضل بتاع الاولاني بالنسبه للزمن؟ كل اللي هيحصل احنا هنضرب في جي اوميجا، زي ما احنا عارفين في التفاضل بتاعنا بنضرب في جي اوميجا بسبب الريليشن بتاعت الفيزور. فيبقى جي اوميجا في الاي اس جي اوميجا تي مضروبه في الام 1 فيكتور، كام ده يمثل الطرف الشمالي من المعادله بتاعتي. طيب الطرف اليمين المعادله بتاعتي هبقى واخد فيه الكونستانت عامل مشترك اللي هو سالب الميونوت في الجيرو ماجنتيك ريشيو، بعد كده اضرب الفيكتورز في بعضها. هضرب الفيكتور الاولاني في الاولاني فيبقى عندي الام 1 مضروبه ضرب اتجاهي في الاتش 1 في اس 2 جي اوميجا تي، دي اول حاجه. بعد كده هضرب الاولاني القوس الاولاني بضرب فيه الترم الاول في الترم الثاني في القوس الثاني، فيبقى عندي ام 1 كروس الاتش نوت، هيبقى عندي ام 1 كروس الاتش نوت والكلام ده مضروب في اس جي اوميجا تي بتاعت الام 1، وضربنا ام 1 كروس الاتش نوت وحطيت علامه متجه على اتش نوت، خلاص عرفت ان اتجاهها في اتجاه الايزيت، مفيش داعي ان انا اكتب كلمه ايزيت بايدي تاني في كل مره. بعد كده هقول زائد الترم اللي بعد كده هيبقى ام نوت اللي هي في اتجاه الايزيت كروس الاتش 1 والكلام ده مضروب في اي اس جي اوميجا تي. بعد كده الترم الاخير اللي هو عباره عن الام نوت كروس الاتش نوت وهما الاثنين في الدايركشن بتاع الايزيت. طبعا لما انا قلت الاثنين هم مع بعضهم في الدايركشن بتاع الايزيت يبقى انا كده اقدر اكتب مباشره ان دول مع بعضهم بيساوي صفر. ليه؟ هم الاثنين في نفس الدايركشن وده ضرب اتجاهي فحصل ضرب الاتجاه بتاعهم بيساوي زيرو. هل في حاجات ثانيه بتساوي زيرو؟ لا ما فيش، في الطرف اليمين ما فيش حاجه ثانيه بتساوي زيرو، بس في حاجه ممكن نهملها. زي مين؟ زي حصل ضرب الاثنين دول في بعضهم، هنعمل له عمليه نيجليكت، هنهمله. طب ليه هنهمله؟ لان اصلا الام 1 قيمته قليله خالص بالنسبه للقيمه بتاعه الماجنتايزيشن الاستاتيك، يعني قيمه ام 1 نفسه قليله جدا بالنسبه للاستاتيك ماجنتايزيشن ام نوت، واتش 1 قليله جدا بالنسبه للاتش نوت، فالاي سي كومبوننت بتاعه الماجنتايزيشن وبتاعه الابلايد فيلد صغيره بالنسبه للاستاتيك كومبوننت، فما بالنا لما نيجي نضرب الاي سي كومبوننت اللي هي صغيره في اي سي كومبوننت برضه اللي هي صغيره، فام 1 واتش 1 هما اثنين صغيرين، فلما يضربوا في بعض يصغروا اكتر. يصغروا اكتر فممكن نهملهم بالنسبه للباقيين، الباقيين بتظهر فيهم الدي سي كومبوننت بتاعت الماجنتايزيشن او الدي سي كومبوننت بتاعت الابلايد فيلد، فمش هنقدر نعمل لهم عمليه نيجليكت. كده في المعادله كلها اصبح الاي اس جي اوميجا تي ممكن يتكنسل، فنعمل عمليه كنسل لاي اس جي اوميجا تي في المعادله كلها ونقدر نكتب المعادله بالشكل ده، ممكن نكتب ان جي اوميجا مضروبه في الماجنتايزيشن اللي احنا سميناه ام 1 اللي هي الاي سي كومبوننت من الماجنتايزيشن فيكتور قيمتها بتساوي سالب الميو نوت مضروبه في الجيرو ماجنتيك ريشيو، وهنا عندي الحاجات المضروبه في بعضها اللي اتبقت بعد الكنسليشن كله، عندي ام 1 كروس الاتش نوت ادي حاجه زائد الام نوت كروس الاتش 1 دي الحاجه الثانيه او الترم الثاني اللي فاضل بعد الكنسليشن. المعادله دي هنعلم عليها ونحطها في برواز، هي دي المعادله اللي انا ممكن استنتج منها العلاقه ما بين الماجنتايزيشن فيكتور وبين الابلايد اكسترنال فيلد عشان نطلع منها السسبتبيليتي. ازاي؟ هناخد كل كومبوننت في دايركشن ونساويها ببعضها، يعني الحاجات اللي في نفس الدايركشن وفي نفس الاتجاه هناخدهم ونبدا نساويهم كلهم ببعض ونشوف هنحصل على معادلات شكلها ازاي. هعمل الكلام طبعا في سلايد جديده عشان المكان، فهكتب المعادله بتاعتي دي في سلايد جديده.
جي أوميجا إم واحد تساوي سالب الميو نوت في جاما، نفتح قوس، عندنا إم واحد كروس إتش نوت وإم نوت كروس إتش واحد، إم واحد كروس إتش نوت زائد إم نوت كروس إتش واحد. ناخد الحاجات أو الكومبوننتس اللي في اتجاه إكس مع بعضيها، ناخد الكومبوننتس اللي في اتجاه إكس مع بعضيها. لما ناخد الكومبوننتس اللي في اتجاه إكس مع بعضيها هيطلع لي في الطرف الشمال جي أوميجا إم إكس، ده اللي هيطلع في الطرف الشمال جي أوميجا إم إكس بيساوي، الناحية التانية هيبقى عندي سالب الميو نوت مضروبة في الجاما. عايز الحاجات اللي في الدايركشن بتاع الإكس، آخد الترم الأولاني مثلا هو إم واحد كروس الإتش نوت، إتش نوت دي في اتجاه مين؟ في اتجاه الزد. طب إم واحد في اتجاه مين؟ في التلات اتجاهات. إم واحد ممكن يبقى ليها كومبوننت في الإكس وفي الواي وفي الزد، مفيش أي حاجة تمنع ده. طيب لما أجي أضربهم ضرب اتجاه في الإتش نوت، الكومبوننت اللي في اتجاه الزد لما تضرب في إتش نوت هتطلع حاصل ضرب بيساوي زيرو، هتبقى الكومبوننت اللي في اتجاه الإكس والكومبوننت اللي في اتجاه الواي هما اللي مش هيطلعوا زيرو. طب هيطلعوا حاجة في اتجاه مين؟ اللي في اتجاه الإكس لما تضرب في الزد هتطلع حاجة في اتجاه الواي، ومش ده اللي أنا بدور عليه دلوقتي. طب اللي في اتجاه الواي، اللي في اتجاه الواي لما تضرب في الاتجاه بتاع الزد هتطلع حاجة في اتجاه الإكس، وده اللي أنا بدور عليه دلوقتي. طيب يبقى هتطلع حاجه في اتجاه الاكس الموجب ولا في اتجاه الاكس السالب؟ في اتجاه اكس الموجب. فلما اخد كومبوننت في اتجاه واي تضرب في كومبوننت في اتجاه زد هتطلع حاجه في اتجاه الاكس الموجب، فهيطلع لي من دوله هيطلع لي حاصل ضرب الام واي مضروبه في الاتش نوت، هيطلع لي حاصل ضرب الام واي مضروبه في الاتش نوت، ده اول جزء في اتجاه الاكس. طب الضرب الثاني اللي هو الضرب بتاع الام نوت كروس الاتش واي، كروس الاتش واحد، الضرب بتاع الام نوت كروس الاتش واحد هو الضرب الثاني برضه بنفس الطريقه. هنلاحظ الاتي، الام نوت في اتجاه الزد والاتش واحد ليها ثلاثه كومبوننت، الزد في الزد بصفر، والزد في الواي باكس وده اللي انا بدور عليه، والزد في الاكس بتساوي واي مش ده اللي انا عاوزه. انا عايز الزد في الواي اللي بتطلع في اتجاه الاكس، بس بتطلع في اتجاه الاكس النيجاتيف، وفي نيجاتيف من بره، يبقى نيجاتيف في نيجاتيف بيساوي بوزيتيف، يبقى هقدر اكتب الكلام ده بيساوي موجب الميو نوت مضروبه في الجاما مضروبه في الام واي مضروبة في الام نوت مضروبة في الاتش واي، مضروبة في ام نوت مضروبة في اتش واي، ده حاصل ضرب دول مع بعضهم. طبعا المعادلات لما بتتكتب لازم نراعي فيها مين المجهول ومين المعلوم. مين المجهول؟ المجهول مركبات الماجنتيزيشن اللي هما الام اكس والام واي، هي دي المجهولة مركبات الماجنتيزيشن. طب مين المعلوم؟ الابلايد فيلد، اكيد الابلايد فيلد معلوم، يعني اتش اكس واتش واي واتش زد بتوع اتش واحد اللي هم بينتموا للاتش واحد اللي هم الابلايد فيلد، اكيد ده معلوم، المركبه بتاعته معلومه، لان مين اللي دخله؟ احنا اللي دخلناه. مين تاني معلوم؟ اتش نوت معلومه والام نوت نفسها معلومه. اتش نوت اللي هو الدي سي كومبوننت بتاعت الابلايد ماجنتيك فيلد اللي انت حطاها، اللي احنا سميناها البايسنج فيلد، الكومبوننت بتاعت البايسنج. مين ام نوت؟ الساتوريشن ماجنتيزيشن بتاع الفيرايت، ودي قيمه معلومه معروفه من خصائص الفيرايت. فاحنا اللي هنعمله هنرتب المعادله بحيث تبقى على شكل معادله خطيه في مجاهيل، يعني هبدل بس المكان بتاع الام واي والاتش نوت في الترم الاولاني، فهحط هنا اتش نوت واحط جنبيه ام واي، كان ده كونستانت مضروب في الام واي، لان الام واي مجهوله. هعمل الكلام ده برضه زي ما هو بالظبط في الجزء بتاع الاتش واي برضه والام نوت، هلاقيها معمول وجاهز، ميو نوت في الجاما مضروبه في الام نوت، ده عباره عن كونستانت القيم بتاعته معلومه مضروب في الاتش واي. مش كده وبس، مش هكتفي بكده وبس، هحط المجاهيل بتاعتي في طرف واخلي المعلومات كلها في طرف. ازاي هعمل كده؟ انا عايز الماجنتيزيشن بدلاله الماجنتيك فيلد، يبقى اخلي مركبات الماجنتيزيشن كلها في طرف واحد. ازاي؟ ان انا هشيل علامه اليساوي دي اللي من هنا وهقلب الاشاره بتاعت الترم الاولاني هوديه الناحيه الثانيه، فبدل ما هو بالنيجاتيف هيبقى بالبوزيتيف، فبقى بالبوزيتيف ممكن تشيل النيجاتيف اللي من هنا وتقدر تحط هنا علامه زائد وتشيل علامه الزائد اللي هناك وتخلي مكانها علامه يساوي. يبقى دي المعادله اللي انا حصلت عليها من فين؟ حصلت عليها من ان انا خدت المركبات اللي في اتجاه الاكس وسويتها ببعضها. المعادله دي شكلها ازاي؟ فيها فاريبل مجهول وفيها فاريبل مجهول، كل واحد فيهم مضروب في مقدار ثابت جنبيه، كل فاريبل منهم مضروب في مقدار ثابت جنبيه، بيساوي طرف يمين والطرف اليمين كله معلوم. ازاي كله معلوم؟ كل دي ثوابت معلومه، وده كمان الماجنتيك فيلد اللي انا مدخله. كده كأنك بدأت تجهز لمجموعة معادلات خطية تربط ما بين الماجنتيزيشن فيكتور الكومبوننتس بتاعته والكومبوننتس بتاعة الاكسترنال ابلايد ماجنتيك فيلد. هنعمل نفس الكلام مع المركبات اللي في اتجاه الواي، فنساوي الحاجات اللي في اتجاه الواي، فناخد الجي اوميجا ام واي من الطرف الشمال نقول بتساوي سالب الميو نوت مضروبة في الجاما، هناخد الجزء في اتجاه واي من الترم الأولاني اللي هيبقى لما ناخد ام واحد في الاتش نوت الحاجات اللي في اتجاه الزد اللي هي الزد كومبوننت في الاتش نوت هتطلع زيرو، هيتبقى الاكس والواي، الاكس
لما تتضرب في الاتش نوت هي اللي هتطلع المركبه اللي في اتجاه الواي، بس المركبه اللي في اتجاه الاكس لما تتضرب في المركبه اللي في اتجاه الزد هتطلع مركبه في اتجاه النيجاتيف واي، طلع مركبه في اتجاه النيجاتيف واي، وانا عندي نيجاتيف من بره يبقى دي بوزيتيف. طب مين المركبتين اللي اتضربوا في بعض؟ مركبه بتاعت اكس وبتاعت زد، يعني هنحط الام اكس وهنحط الاتش نوت، دول اللي اتضربوا في بعض. طيب الترم الثاني، الترم الثاني انا كان عندي سالب الميو نوت الجاما دي جايه من بره تتضرب بعد كده في الجزء اللي في اتجاه الواي، مين في اتجاه الواي؟ الام نوت في اتجاه الزد، لما تتضرب في مركبه اتش واحد اللي في اتجاه الزد تطلع زيرو، لما تتضرب في الحاجه اللي في اتجاه الاكس تطلع حاجه في اتجاه الواي. طبعا الام نوت في اتجاه الزد لما تتضرب في حاجه في اتجاه الاكس تطلع حاجه في اتجاه البوزيتيف واي مباشره، ولكن انا عندي سالب من بره فلازم احطه زي ما انا حاطط كده في المعادله، فلازم احافظ على السالب اللي كان موجود من بره. طيب هبقى كاتب عندي هنا مين؟ هيبقى عندي هنا الام نوت، وتبقى الام نوت مضروبه في المركبه بتاعت الاتش واحد اللي في اتجاه الاكس اللي احنا بنسميها اتش اكس. بنفس الطريقه هودي الحاجه المتغيره في الناحيه اللي هناك، يعني هشيل من هنا العلامه بتاعت اليساوي وهودي دول الناحيه اللي هناك، وبالتالي هم كانوا بالبوزيتيف فلما يروحوا هيروحوا بالنيجاتيف، وبعد كده الطرف ده هيبقى عندي علامه يساوي الجزء اللي هو الناحيه دي اللي هو نيجاتيف، الكونستنت اللي بالنيجاتيف ده مضروب في الاتش اكس، وعندي كده كل فاريبل من دول مضروب في حاجه جنبيه. يبقى انا كده عندي سيستم من المعادلات الخطيه بيجيب لك الكومبوننت بتاعت ام اكس والكومبوننت بتاعت ام واي بدلاله الكومبوننت بتاعت اتش اكس والكومبوننت بتاعت اتش واي، وده اللي احنا عاوزينه. هو ده اللي هيطلع لك التنسور ماجنتيك سسبتيبيليتي اللي هي مركبات الماجنتايزيشن بتيجي ازاي من مركبات الاكسترنال ابلايد فيلد، وده اللي كانت بتوضحه السلايد اللي هنا. السلايد اللي هنا قالت ان كل مركبه من مركبات الماجنتايزيشن هتيجي من الثلاث مركبات بتاعت الاكسترنال فيلد عشان تقدر تكتب الماجنتيك سسبتيبيليتي تنسور بتاع الفيرايت. فانت عايز تجيب كل مركبه من دول بدلاله الثلاث مركبات بتاعه الابلايد اكسترنال فيلد. الثوابت اللي هتبقى مضروبه في الثلاث مركبات عشان تطلع دول هي اللي هتملى لك المصفوفه بتاعه البيرميابيليتي تنسور زي ما هنشوف، على حسب التصور اللي احنا حطيناه من قبل ما نمشي في الاستنتاج بتاعنا للتنسور ماجنتيك سسبتيبيليتي اللي احنا بندور عليها او عاوزين نحسب قيمتها بتساوي كام. ما ننساش ناخد التساوي اللي في اتجاه الزد، في اتجاه الزد هنقول هنا جي اوميجا مضروبه في الام زد بتساوي، الناحيه اللي هناك مفيش اي حاجه هتطلع في اتجاه الزد، ليه؟ الجزء اللي في اتجاه الزد بيطلع من فين؟ هيبقى عندنا ام واحد بتضرب في اتش نوت، مفيش غير الكومبوننت اللي في اتجاه الزد بتضرب في الزد هتطلع زيرو، والثانيه زد في زد هتطلع زيرو، فمفيش اي حاجه هتطلع زد، فيبقى الكلام ده بيساوي صفر، يبقى كده استنتجنا حاجه مهمه خالص ان الام زد بتساوي زيرو، يعني مفيش ماجنتيزيشن يطلع في اتجاه الزد، يبقى الماجنتيزيشن في اتجاه الزد هيبقى دي سي بس، مش هيبقى اي سي، مفيش منه اي جزء اي سي، او اي جزء هيبقى بيفاري مع التايب، ليه؟ لان انت دخلت الفيرايت، وده كلام منطقي، دخلت الفيرايت في حاله الساتوريشن في اتجاه الزد، انت جيت عند الفيرايت وطبقت له بايسنج فيلد اللي هو الاكسترنال فيلد اللي اسمه اتش نوت، طبقته في اتجاه الزد بقيمه عدت مرحله الساتوريشن، بحيث بقي فيه كومبوننت ساتوريشن في اتجاه الزد، فخلاص طالما هو ساتوريتد في اتجاه الزد مش هيبقى فيه ماجنتيزيشن تاني في اتجاه الزد، فالام زد بتساوي زيرو، واصبح عندك الماجنتيزيشن في اتجاه الزد اللي هو قيمته بتساوي ام نوت اللي هو قيمه معروفه للفيرايت اسمها ساتوريشن ماجنتيزيشن. من الشكل اللي قدامنا نقدر نعمل ايه؟ نقدر نرتب المعادلات، يعني بدل ما انا عندي هنا الام اكس محطوطه هنا وعندي هنا الام اكس، لا ممكن ابدلهم، احط الام اكس في الاول واحط الام واي بعديها، هيبقى عندي نظام من المعادلات الخطيه. نظام المعادلات الخطيه ده ممكن نحله باي طريقه من طرق حل انظمه المعادلات الخطيه بحيث نقدر نكتب الام اكس والام واي بدلاله الاتش اكس والاتش واي. الكلام ده ممكن نعمله وهتلاقيه موجود في الشرح بتاع الموضوع ده، ومعمول بكرامرز رول. بس في الاول هنبسط شكل المعادلات بطريقه كويسه جدا. ازاي؟ هنبدا نكتب شويه حاجات، ناخد شويه حاجات مع بعضها ونعتبرها ثوابت علشان نسهل على نفسينا الاستنتاج اللي احنا عاوزين نوصل له. فهناخد الكونستانت اللي هو ميو نوت مضروبه في الجيرو ماجنتيك ريشيو مضروبه في اتش نوت وهنسميه اوميجا نوت، وهناخد الكونستانت اللي هو شكله كده ميو نوت في الجيرو ماجنتيك ريشيو في الام نوت وهنسميه اوميجا ام عشان نسهل على نفسنا كتابه المعادلات. الكونستانت اوميجا نوت بيظهر في المعادلات في الطرف الشمال، بيظهر هنا وبيظهر هنا. الكونستانت الاوميجا ام بيظهر في المعادلات بالطرف اليمين، بيظهر هنا وبيظهر هنا. فنكتب المعادلات بدلاله الكونستانتس الجديده دي ونشوف المعادلات هيطلع شكلها مختصر ازاي. هيطلع عندي جي اوميجا مضروبه في الام اكس زائد اوميجا نوت مضروبه في الام واي اللي هي كانت المعادله الاولى بتساوي اوميجا ام مضروبه في اتش واي، دي المعادله رقم واحد. المعادله رقم اتنين هتديني فيها سالب
اوميجا نوت مضروبه في الام اكس زائد جي اوميجا مضروبه في الام واي. الكلام ده بيساوي سالب الاوميجا ام مضروبه في اتش اكس. طبعا المعادله الثالثه مش محتاجين نحلها معاهم، عرفنا منها ان ام زد بتساوي صفر وخلاص. فاحنا محتاجين نحل السيستم من ايكويشنز بالشكل ده. لما نيجي نحل السيستم ده بكرامرز رول زي ما قلنا، بنحسب حاجه اسمها الدلتا. الدلتا محدد اسمه الدلتا. محدد الدلتا ده كان بيبقى انك انت بتاخد الثوابت اللي جنب الانونز بتوعك، فبتاخد المحدده هيبقى عباره عن جي اوميجا والاوميجا نوت وسالب اوميجا نوت والجي اوميجا، وتحسب قيمه المحدد ده بيساوي كام. طب احنا عارفين كويس جدا ازاي المحددات بتفك. لما نيجي نضرب بالطريقه بتاعت المقص المعروفه جي اوميجا في جي اوميجا، هتطلع سالب اوميجا تربيع ناقص الاوميجا نوت في السالب اوميجا نوت اللي هتطلع موجب اوميجا نوت تربيع، فيبقى قيمته بتساوي اوميجا نوت تربيع ناقص اوميجا تربيع. دي قيمه المحدد ده. بعد كده هنحسب المحدد اللي اسمه دلتا اكس. دلتا اكس ده بيتحسب بانك انت بتشيل العمود بتاع الكونستانتس المضروبه جنب الام اكس وتحط مكانه العمود بتاع الحد اللي موجود في الناحيه الثانيه، في الناحيه الثانيه من المعادله، من المعادلتين بتوعك بتوع لينير سيستم اللي انت بتحله. فهنحط هنا الاوميجا ام مضروبه في اتش واي، ونحط هنا سالب اوميجا ام مضروبه في اتش اكس، ونحافظ على الثاني زي ما هو اللي هو الاوميجا نوت والجي اوميجا، ونحسب قيمته بتساوي كام. برضه هنضرب بالشكل احنا متعودين عليه، فيطلع لنا الناتج بتاع الضرب هيطلع الجي اوميجا مضروبه في اوميجا ام مضروبه في اتش واي. طبعا هناخد ناقص وفي ناقص ثاني يبقى زائد، هيتبقى عندي اوميجا نوت في اوميجا ام مضروبه في اتش اكس. ده الدلتا اكس. طيب اللي بعديه اللي هو الدلتا واي هتجاب ازاي؟ برضه هتيجي في المحدد الاصلي، هتسيب دول اللي هم الجي اوميجا والسالب اوميجا نوت زي ما هم، هتشيل العمود الثاني وتحط مكانه اوميجا ام في اتش واي وسالب اوميجا ام في اتش اكس. لما تفك المحدد ده وتحسب الناتج بتاعه بيساوي كام، يطلع سالب جي اوميجا في اوميجا ام مضروبه في الاتش اكس زائد اوميجا نوت في اوميجا ام مضروبه في الاتش واي. طيب حسبنا المحددات دي اللي احنا واخدين الطريقه المشهوره في حساب المحددات، عارفينها كويس جدا. بعد ما حسبناها نعمل ايه؟ عايز تجيب الام اكس بتساوي كام؟ هتقسم الدلتا اكس على دلتا. وعايز تجيب الام واي قيمتها بتساوي كام؟ هتقسم الدلتا واي على دلتا. فعشان نجيب قيمه الام اكس هنقول بتساوي الدلتا اكس مقسوم على دلتا. طيب لما تقسم الدلتا اكس على دلتا يطلع الناتج بيساوي كام؟ هنشوف قيمه الدلتا اكس كانت بتساوي كام. كان فيها اتنين ترم، ترم في اتجاه الاكس وترم في اتجاه الواي، او ترم مضروب في اتش اكس وترم مضروب في اتش واي. فيبقى اوميجا نوت في الاوميجا ام مقسوم على اوميجا نوت تربيع ناقص اوميجا تربيع، الكلام ده مضروب في الاتش اكس. طيب الجزء اللي كان في الاتش واي اللي هو جي اوميجا في اوميجا ام هيبقى زائد جي اوميجا في الاوميجا ام مقسوم على المحدد اللي هو الدلتا اللي هو اوميجا نوت تربيع ناقص اوميجا تربيع، الكلام ده مضروب في اتش واي. طب عايز تحسب بعد كده قيمه الام واي، هتقول قيمتها بتساوي الدلتا واي مقسوم على دلتا. طيب الدلتا واي كانت قيمتها بتساوي كام؟ كان في تيرم برضه في الاكس وكان في تيرم برضه في الواي. طيب كان فيها تيرم في الاكس وكان فيها تيرم في الواي. الترم في الاكس اللي هو سالب جي اوميجا في الاوميجا ام، فيبقى الترم في الاكس اللي هو سالب جي اوميجا في الاوميجا ام برضه هيبقى مقسوم على اوميجا نوت تربيع ناقص اوميجا تربيع، زائد الترم اللي في اتجاه الواي اللي هو كان عباره عن اوميجا نوت في الاوميجا ام، يبقى زائد اوميجا نوت في اوميجا ام مقسوم على اوميجا نوت تربيع ناقص اوميجا تربيع، الكلام ده مضروب في اتش واي، والاولاني ده مضروب في اتش اكس. فكده قدرنا نكتب الكومبوننت بتاعت الماجنتيزيشن اللي هي الام اكس كحاصل ضرب حاجه في اتش اكس وحاجه في اتش واي. طب مين مضروب في اتش زد؟ صفر، مفيش حاجه مضروبه في اتش زد، زائد صفر في اتش زد. طب والام واي؟ برضو حاجه في اتش اكس وحاجه في اتش واي. وفي حاجه في اتش زد؟ لا، الحاجه اللي في اتش زد بصفر. ممكن نكتب المعادلات دي مع المعادله الثالثه اللي هي الام زد بتساوي زيرو في شكل ماتريكس ايكويشن. نكتبهم ازاي في شكل ماتريكس ايكويشن؟ هنحط هنا ام اكس وهنحط هنا ام واي ونحط هنا ام زد. بعد كده هيبقى عندي في مصفوفه وهيبقى عندي شويه حاجات اتضربت في الاتش اكس والاتش واي والاتش زد. ايه اللي اتضرب في الاتش اكس والاتش واي والاتش زد؟ المضروب في الاتش اكس اللي هو الترم ده اللي هيطلع اول جزء من الام اكس، هسميه الاكس اكس اكس. والجزء اللي اتضرب في الاتش واي عشان يطلع عشان يشارك برضه في تكوين الام اكس هسميه الاكس اكس واي. طب مين اتضرب في الزد؟ صفر، مش حاجه اتضربت في الزد عشان تطلع الام اكس. طيب المشاركه بتاعت اتش اكس في تكوين الام واي اللي هي دي، هل هسميها بثابت جديد؟ لو فكرت وبصيت هتلاقيها هي الاكس اكس واي، فدي عباره عن سالب الاكس اكس واي.
هو بس بإشارة سالب. طيب الحاجة اللي اتضربت بعد كده في الاتش واي، الحاجة اللي اتضربت بعد كده في الاتش واي عشان خاطر تشارك في تكوين الام واي، لو بصيت هتلاقيها بالظبط هي الحاجة المضروبة في الاتش اكس، فتبقى دي برضه عبارة عن اكس في الاكس اكس. طب في كمان مين مضروب في الزد؟ صفر مضروب في الزد، مفيش حاجة مضروبة في الزد. طب الكومبوننت الأخيرة اللي هي الام زد قيمتها بكام؟ بصفر. يبقى نتجت من مين؟ نتجت من صفر في اتش اكس وصفر في اتش واي وصفر في اتش زد. يبقى انا كده حققت المطلوب، وصلت للمطلوب، وصلت للمراد. ايه المراد؟ ان انا كنت استنتج الجزء ده، الجزء اللي انا هعلم عليه باللون الاخضر اللي هو يمثل السبسبتبيليتي تنسور، السبسبتبيليتي تنسور. عرفت فيه قيمه الاكس اكس اكس دي بكام والاكس اكس واي دي بكام، السبسبتبيليتي بتاعت الاكس اكس والسبسبتبيليتي بتاعت الاكس واي كل واحده فيهم قيمتها بتساوي كام. فكده نقدر نكتب المصفوفه دي او التنسور ده نقدر نكتبه على جنب، نقدر نقول ان التنسور سبسبتبيليتي فيها حاجه كده وحاجه كده، وفي واضح ان في نوع من انواع السيمتري فيها، والكومبوننتس دي كلها بتساوي صفر. كده انا استنتجت شكلها عامل ازاي، حيث الحاجات دي انا عارف قيمتها، يعني انا عارف ان قيمه الاكس بتاعت الاكس اكس قيمتها بكام، اقدر اكتبها من المعادلات اللي ورا. فممكن اكتب قيمه الاكس اكس هتبقى قيمه الاكس اللي هي السبسبتبيليتي، يعني السبسبتبيليتي اللي هي في الدايركشن او اللي هي في المكان اكس اكس، هتبقى واضح من المعادلات ان هي عباره عن اوميجا نوت في اوميجا ام على اوميجا نوت تربيع ناقص اوميجا تربيع، اوميجا نوت في اوميجا ام على اوميجا نوت تربيع ناقص اوميجا تربيع. واقدر اكتب قيمه السبسبتبيليتي اللي انا مسميها اكس واي، برضه من المعادلات واضح ان قيمتها بتساوي كام، جي في اوميجا ام على اوميجا نوت تربيع ناقص اوميجا تربيع، جي في اوميجا ام على اوميجا نوت تربيع ناقص الاوميجا تربيع. والكلام ده استنتجناه من المعادلات اللي قدامنا دي. طيب طبعا انا ما كانش هدفي ان انا اجيب التنسور سبسبتبيليتي بس، انا عايز اجيب الماجنتيك برميابيليتي بتاعه الفيرايت. فعشان اجيبها هطبق المعادله الاتيه، هقول البرميابيليتي الميو قيمتها بتساوي المعادله اللي احنا قلناها في اول الكلام، عباره عن ميو نوت في واحد زائد الماجنتيك سبسبتبيليتي. الماجنتيك سبسبتبيليتي هيتجمع عليها واحد، بس السبسبتبيليتي عباره عن تنسور مصفوفه، نجمع عليها واحد ازاي؟ يعني هنجمع عليها مصفوفه الوحده، مصفوفه الوحده في ثلاث ابعاد اللي هي بتبقى عباره عن صفر في كل مكان ووحايد على الدياجونال. فلما تطبق الكلام ده يطلع لك البرميابيليتي تنسور عباره عن ميو نوت، بعد كده هيطلع هنا واحد زائد اكس الاكس اكس، وهنا هيطلع الاكس اكس واي زي ما هي، وهنا هيطلع صفر، هنا يطلع السالب اكس اكس واي زي ما هي، هنا يطلع واحد زائد الاكس اكس اكس برضه، وهنا يطلع صفر، وهنا يطلع صفر، وهنا يطلع صفر، وهنا يطلع واحد. هتبقى هي دي البرميابيليتي تنسور، هيبقى هو ده البرميابيليتي تنسور بتاع الفيرايت. طبعا انا يستحسن هنا ان انا اعوض، يعني انا عندي هنا في جزء اسمه الواحد زائد الاكس اكس اكس ده، عايز اعرف القيمه بتاعته بتساوي كام واعوض عنه. لكن القيمه دي هبدا اكتبها بدلاله البرميابيليتي، يعني هكتب البرميابيليتي تنسور في النهايه بالشكل ده، هقول الميو بتساوي، هقول الميو بتساوي ميو اكس اكس، وهنا تبقى ميو اكس واي، هنا تبقى نيجاتيف ميو اكس واي، وهنا برضو ميو اكس اكس، وهنا هيبقى صفر، وهنا هيبقى صفر، هنا هيبقى ميو نوت. طبعا الكلام ده بعد ما ضربت الميو نوت، وهنا هيبقى صفر، وهنا هيبقى صفر. ده البرميابيليتي تنسور. طبعا عايز اكتب الميو اكس اكس قيمتها بكام، هتبقى واحد زائد السبسبتبيليتي اللي كانت اكس اكس، يعني واحد زائد السبسبتبيليتي بتاعت الاكس اكس اللي كانت قيمتها عباره عن اوميجا نوت في اوميجا ام مقسوم على اوميجا نوت تربيع ناقص اوميجا تربيع. طبعا انت بعد ما تجمع الواحد، لما تيجي تجمع الواحد ممكن توحد المقامات وتختصر، وتقدر تثبت ان الميو اكس اكس بعد ما توحد المقامات وتختصر هيطلع الشكل بتاعها بيساوي كده. طبعا الكلام ده كله لازم يكون مضروب في الميو نوت اللي احنا ضربنا فيها. تقدر تثبت ان الميو اكس اكس في الاخر هتبقى ميو نوت مضروبه في الكميه الاتيه اللي هي عباره عن اوميجا نوت تربيع ناقص اوميجا تربيع زائد اوميجا نوت اوميجا ام، الكلام ده كله مقسوم على اوميجا نوت تربيع ناقص اوميجا تربيع. ده هيبقى الميو اكس اكس. طب الميو اكس واي، ميو اكس واي هتبقى قيمتها بتساوي الميو نوت مضروبه في الجي مضروبه في الاوميجا اوميجا ام على تحت اوميجا نوت تربيع ناقص اوميجا تربيع. ده اللي هو يمثل الماجنتيك برميابيليتي تنسور والكومبوننتس اللي فيه اللي جوه الماجنتيك برميابيليتي تنسور بتاع الفيرايت. لحد هنا التسجيل تقريبا قرب على ساعتين، فانا برضه يعني اختصارا وتسهيلا يعني هكتفي بان انا في التسجيل ده بكده بس عملت الاستنتاج بتاع الماجنتيك برميابيليتي تنسور بتاع الفيرايت.
وهي السلايد كلها واحدة، يعني السلايد كلها واحدة بعنوان الفرايت والفرايت ديفايسز، وهو كان هيبقى تسجيل على بعضيه، بس تقريبا أنا ممكن يبقى فاضل وقت طويل، فعشان طبعا التسجيل لما يطول بياخد وقت طويل جدا في الابلود، وبيبقى صعب مثلا في المتابعة لو انت بتسمع الفيديوهات، فعشان كده انا هكتفي بالجزء ده لحد هنا اللي هو استنتاج البيرميابيليتي تنسور بتاعت الفرايت. ان شاء الله ابتداء من التسجيل اللي بعد كده هبدأ اكمل على الاستنتاج ده، ونبدأ نوصل ان شاء الله لنتائج جديدة. فلحد هنا التسجيل ده انتهى على كده، واللي جاي ان شاء الله هيبقى كمال عليه. اللي احنا استنتجناه ده كده اسمه الماجنتيك بيرميابيليتي تنسور بتاعت الفرايت. بتاعت الفرايت لما انت تبقى عامل له اكسايتيشن ببايسنج فيلد، فيلد دي سي، وفرضا الدايركشن بتاعه في اتجاه الزد، ومعاه كمان اي سي فيلد. الاي سي فيلد ده عباره عن ويف، والويف الفريكونسي بتاعها في الميكرويف ريجون، في الميكرويف فريكونسي ريجون. اكتشفنا ازاي نقدر نحسب البيرميابيليتي تنسور بتاع الفرايت، وهي دي النتيجه بتاعتنا. ان شاء الله هنبدا نشوف بعد كده حاجات تانية، او نكمل على الاثبات ده ونستنتج امور جديده ابتداء من التسجيل القادم، اللي هو هيكون كمال على الموضوع، يعني كمال على نفس الموضوع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.